صباح الخير يا اللي معانا، صباح الهنا وصباح الرزق وصباح كل حاجه حلوه يا رب علينا جميعا في الدنيا. يعني بالنسبه لكره القدم بقى كلام مختلف تماما، عندنا الحلو عندنا الوحش، عندنا الحلو اللي بيفرحنا حي النادي الاهلي، وعندنا مش هقول الوحش بس عندنا اللي بيوترنا، اللي اوقات كده بيكسفنا، اللي اوقات بيحس ان احنا او بيحسسنا ان احنا ليه واصلين للمكانه دي. وصراحه حديثي على ملف منتخب مصر للاسف الشديد، اللي يمكن البعض قال لك خلاص اقفله دلوقتي وكاس امم افريقيا واحنا خرجنا وخروج غير مشرف تماما، وما يحمله الموضوع بقى من لسه تبعاته وعقد فيتوريا، طب هو مكمل طب هو مش مكمل، الوضع عامل ازاي، اللي جاي شكله ايه، كل ده من حقنا ان احنا نتكلم فيه على فكره. محدش يجي يقول لك خلاص بقى، في كلمه خلاص بقى ما مش مطروحه حاليا وما لهاش مكان حاليا معانا، لازم هنتكلم عن المنتخب لان الموضوع ده اكيد يهمنا جميعا، 100 مليون واكتر يهمهم هذا الملف، فاكيد حديثنا هيكون مستمر على منتخب مصر. بس على كل حال النهارده خلينا نتكلم اكتر عن النادي الاهلي وعن الرياضات المختلفه، والكلام بقى اللي يفرح شويه. صباح الهنا على حضراتكم، صباح الهنا يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وبنرحب بيكم جميعا في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. 105 مليون يعني اتعكننوا وتقدروا بما يكفي، مش هينفع يقلبوا صفحه المنتخب لان احنا مش عارفين هنفتح اي صفحه بعديها، ما ينفعش اي صفحه ثانيه تتفتح غير لما الصفحه دي تتظبط، لان الوضع ما يرضيش حد. وبطبيعه الحال المفترض ان يبقى فيه شويه اجراءات تتاخد، المفترض ان احنا نسمع اخبار معينه لغايه دلوقتي ما سمعناهاش، ادينا مستنيين اما نشوف اخر في اجتماع النهارده لعل نفهم حاجه جديده، اما نشوف هيحصل ايه. على كل الاحوال زي ما هوند بتقول لحضراتكم، احنا بطبيعه الحال اكيد هنتكلم معاكم في حلقتنا النهارده عن المنتخب، ولكن كمان بالنسبه للنادي الاهلي عندنا شويه مستجدات هنبتدي نعرف حضراتكم كل تفاصيلها يعني خلال لحظات من دلوقتي. بس خلوني سريعا اعرفكم ان احنا في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرتين، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الكاراتيه مع الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وفقره الكوره بقى طبعا هينورنا فيها كابتن اسامه عرابي احد نجوم النادي الاهلي السابقين اللي بنسعد وبنتشرف بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. طيب خلينا نبدا كلامنا ونروح لملف شويه مختلف وملف مهم ان انت تتكلم فيه في اللحظات دي. هنبتدي الكلام مع حضراتكم عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحديدا، لان في طفره حاصله دلوقتي، في تطوير ملحوظ نقدر ان احنا نتكلم عنه ونتكلم عنه باستفاضه، عشان انت بتتكلم عن مزيد من البطولات اللي بتحلم بيها الفتره اللي جايه طبعا للنادي، وكمان الاعتماد على قطاع الناشئين دايما يقول لك ده المصنع، ده المكان، ده الاساس اللي انت بتبني عليه اي شيء. قطاع ناشئين اي فريق في الدنيا هو ده اللي بعد كده بيكون خلينا نقول كده المعيار اللي بيتم على اساسه قياس مدى نجاح النادي ده او لا، وكمان مدى نجاح المنتخب في النهايه. فبالنسبه لقاعده ناشئين النادي الاهلي طبعا احنا مش هنتكلم عن تاريخها لان كتير لاعبين وكتير نجوم طلعوا من القاعده بتاعتنا او من الناشئين بتوعنا، لكن الفكره كلها ان انت يا كريم تستمر، والاستمرار ده لحد دلوقتي موجود، والقياس دايما بيكون مش فكرة ان انا ماشي صح وبيبقى عندي ناس كتير بتقدم، لا، المعيار انت بتصعد من قطاع الناشئين بتاعك لعيبة قد ايه، واللعيبة اللي بيتم تصعيدهم بيأثروا في النادي بعد كده بشكل عامل ازاي، هو ده الكلام. فاحنا عندنا دلوقتي مؤخرا سمعنا عن قرار بالنادي الاهلي طبعا بضم او بقيت 6 لاعبين من قطاع الناشئين لقائمه الفريق الاول، وبنتكلم هنا الافريقيه، ده قرار جه من مارسيل كولر بعد ما كان بيتابع ادائهم واعجب بادائهم بشكل كبير جدا، وتم اضافتهم للقائمه الافريقيه، ده قبل غلق طبعا باب القيد لسوق الانتقالات، هنا بنتكلم الشتويه خلاص بشكل اوفيشال او بشكل رسمي. طيب مين اللعيبه اللي عندك دول؟ هم كلهم او معظمهم من مواليد 2005 و2003، عندك حازم جمال، اسلام عبد الله، ابراهيم عبد الحكيم، يوسف عبد الحفيظ، ومصطفى ابو الخير، ومحمد عبد الله، وكمان تم طبعا اضافه الوافد الجديد المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي للقائمه الافريقيه. فبنقول بالتوفيق، بنقول فرصه بتيجي مش كتير للناس، يعني مش كل البني ادمين بيجوا لهم فرص كبيره في حياتهم، فلما يجي لك فرصه كبيره استغلها، دي فرصه كبيره جدا يا كريم لكل ناشئ ان هو يستغل وجوده دلوقتي وقيده وتصعيده، ان انا خلاص انا عايز اثبت نفسي، الفرصه جات لازم أثبت نفسي، لازم أكون قدها. فبالتوفيق ليهم. على الصعيد الثاني هرجع أقول قاعدة ناشئين قوية جدا في النادي الأهلي تاريخا وحاضرا وإن شاء الله مستقبلا، والفكرة كلها أن أنت لما بتصعد
فده بيدي امل، يعني بيدي امل كمان للبراعم وبيدي امل للشباب الصغير ان هو في يوم من الايام حلمه ممكن يبقى حقيقه، ممكن توصل للشناوي، ممكن تبقى زي ابو تريكه، ممكن تبقى زي اي لاعب انت بتحبه بقى في النادي الاهلي على مدار التاريخ كله زي صالح سليم وغيره وغيره. فانا انبسطت بالتصعيد ده، وسته برده اعتقد رقم مش قليل يعني. اكيد. وبعدين قطاع الناشئين ياما خرج نجوم، يعني كلهم كانوا يعني نجوم مستقبليين وقت بالزبط. التصعيد، لكن بعد كده اثبتوا يعني كفاءتهم وجدارتهم. وعلى فكره تحيه لكل القائمين على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومش الفتره دي، ده من زمان جدا، لان طول عمر قطاع الناشئين في النادي الاهلي وكانه خط انتاج لنجوم هينوروا في النادي الاهلي في السنوات القادمه. وده اللي على فكره برضو كلامنا عن هذا الملف لسه مستمر امبارح، يعني وقع ثنائي الغاني سامويل اوبونج وريندورف ساربا مع النادي الاهلي لمده 4 مواسم ونصف، طبعا في ضوء استراتيجيه النادي الاهلي للتنقيب عن المواهب الافريقيه مبكرا، وبالتالي الاستفاده منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الاول او من خلال فكره الاستثمار المالي. وطبعا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي برضو عنده قدره كبيره جدا على تنميه موارده من خلال كره القدم. الثنائي الغاني كان خضع بالفعل لفتره، يعني فتره معايشه في قطاع الناشئين في النادي، ونالوا اشاده الحقيقه الكل، يعني اشاده كبيره من كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، اشاده كبيره من كابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وتم قيد اللاعبين تحت السن. كمان وقع احمد عبدين مدافع النادي الاهلي وهو من مواليد 2006 وقع عقد مع النادي لمده 5 سنين قادمه، بعد طبعا المستوى المتميز جدا اللي ظهر عليه هذا اللاعب خلال الفتره الماضيه اللي كان منضم خلالها لتدريبات الفريق الاول، واللي شارك كمان من خلالها في معسكر الامارات الاخير، واستحق اشاده الجهاز الفني لما يتمتع به هذا اللاعب من قدرات فنيه وبدنيه عاليه. حاجه حلوه، حاجه تفرح، وحاجه تطمنك على اللي جاي. هو احنا عايزين نطمن والله. عايزين حاجه واحده تطمننا. يعني لو المنتخب مش مطمنا، هنرجع نقول تاني احنا بنهزر في بعض الاحيان، ناخد الامور بهزار، لكن الموضوع مهم والموضوع كبير والموضوع مقلق للغايه، مقلق للغايه. وهنتكلم يمكن تحديدا بكره ان شاء الله، هنحضر يعني انترو ويمكن فقره كمان هنتكلم فيها عن مش المنتخب كمستوى فني وغيره، هنتكلم عن ازاي انا اصبح منظومه او اعود تاني. اللي خلي بالك يا كريم، انت كنت منظومه ناجحه جدا كاتحاد كوره في سنوات سابقه، وتعالى ارجع بيا بالتاريخ كده كمان، مش بس 2010 اللي وقف عندها النجاحات، لا ارجع قبل كده برضو في الثمانينات وغيره كان عندك منظومه يا كريم ناجحه. لان هرجع اقول تاني النقطه، ولو تتفقوا حضراتكم معايا ولو تتفق معايا كريم، انا ما بحسش المشكله ابدا في كواليتي لعيبه. يعني الازمه ما تجيش تقول اصل احنا عندنا جيل وحش، اصل احنا الجيل ده ما يتقارنش بجيل 2008 و2006 و2010، الكلام ده انا لا اتفق معاه الصراحه. والقصه كلها ان لا، معلش مع احترامي الشديد، القصه قصه اداره. انت لما بيبقى عندك منظومه اداريه ناجحه بتطلع نجاحات بعدها، هي 1+1=2، ما فيهاش ثالث. فانما انت مشكلتك حاليا لا، انت عندك كواليتي جيده، انت عندك عدد محترفين اعلى من زمان بكتير واكبر من زمان بكتير ومؤثرين في دوريات اوروبيه اكتر بكتير، عندك تكنولوجيا دخلت، عندك حاجات كتيره. لكن للاسف الشديد ربما يكون السبب الاساسي هو الملف الاداري، وما نقدرش نلوم الاتحاد بعينه، لان الاتحاد برضو الاسماء فيه بتتغير، فواضح ان هي منتاليتي، واضح ان هي حاجه معقده كده عمالين ندور فيها، يعني ما بنطلعش. ف الفترة اللي انت بتتكلمي عليها اللي كان فيها الاتحاد المصري كما ينبغي ان يكون، احنا مش بنتكلم عليه في الفترة دي على اعتبار ان هو كان بيحقق انجازات متميزة، بس بعيدا عن الانجازات وتحقيقها من عدمه، حتى هندلة الامور كانت منطقية جدا، كانت عقلانية جدا، كان المنطق حاضر لكنه غاب لفترة طويلة في الفترة الأخيرة. وبطبيعة الحال منطقي جدا ان تكون النتيجة ان احنا بنتكلم في النوع ده من الموضوعات، طبيعي جدا تكون النتيجه ان احنا نشوف منتخبنا على الحال اللي شفناه عليه في مشاركته الاخيره في امم افريقيا، فنتمنى ان الوضع ده يتغير في وقت الاسرع. لا وانا قعدت اقول لك متفائله، فاكر؟ انا مش عارفه جبت التفاؤل ده منين. لا ما هو التفاؤل برضه بصي يعني مشروع وطموح مشروع، انت واحده يعني بتحبي بلدك وبتحبي منتخبك وعايزه تشوفي منتخبك زي ما اتعودتي تشوفيه قبل كده بانجازاته وبثقله وبزخمه، ما شفتيش ده طبيعي انك تحبطي، شيء منطقي جدا. هنرجع نقول تاني، مش هنقف عند جهة معينة أو شخص بعينه، يعني فكرة دلوقتي والأمور اللي عمالة دارجة إن هو أصل فلان في اتحاد الكورة هو المسؤول عن اللي بيحصل في المنتخب وبيحصل في مصر وبيحصل وبيحصل، الكلام ده غلط تماما. ما نعلقش شماعة، عايز أقول فشل ولا بلاش نقول فشل، خسارتنا
المستوى اللي بقينا فيه على شخص يا جماعه، وليس دفاعا عن الشخص، على فكره اعرفه على المستوى الشخصي جدا، حضراتكم عارفين انا بتكلم على مين وبحبه جدا على المستوى الشخصي، بس ما لهش علاقه، الكلام ملوش علاقه بكده. القصه بتاعتنا مش متوقفه على شخص، بلاش نخلي في تفكيرنا محدود، مش واحد هو في اتحاد الكوره اللي مسؤول عن المستوى اللي بيحصل على فكره خالص. هي مشكلة إدارية ممتدة معانا سنوات ورا سنوات ورا سنوات، نقف عندها بقى ونحلها، ده موضوع عايز حلقات صراحة، لكن خلينا بس نبقى منطقيين شوية، ما فيش شخص بعين واحد هو المسؤول على اللي بيحصل، لا. على كل حال هنرجع للملف ده مرة تانية، بس خلينا نروح للنادي الأهلي ونرجع مرة لبقى المواجهات الودية اللي هتكون إن شاء الله ضمن كمان يعني طبعا للأهلي بكرة أمام سموحة تحديدا ضمن التحضيرات لمباراة الشباب لوزداد الجزائري، هيبقى تحديدا يوم 16 في اللقاء. هنا عندك مؤجلات كتيرة بقى طبعا. من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة الدوري هنا أبطال إفريقيا. طيب بالنسبة للفريق وضعه إيه دلوقتي؟ الفريق بيواصل التدريبات بتاعته، وكمان عايز أطمن حضراتكم كمان عشان ما ننساش، صحيح مصاب الفريق عندك أحمد عبد القادر طبعا واحمد نبيل كوكا، هم قاموا بتنفيذ حسب معرفتنا البرامج التاهيليه بتاعتهم، ده كان على هامش المران عشان يتجهزوا بقى للعوده مره ثانيه ويشاركوا اللي فيه المشاركه الجماعيه تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي عندنا. طيب بالنسبه برضو دكتور احمد جبله رئيس الجهاز الطبي ومارسيل كولر وخالد بيبو كانوا برضو متابعين حجم الاصابه تحديدا، لو هتكلم هنا على وسام ابو علي اللي اتعرض كان ليها اصابه كانت كبيره جدا والاشعه للاسف ما كانتش افضل حاجه، هي اثبتت اصابته بشد في العضله الخلفيه وتم تحديد برضو يعني البرنامج التاهيلي ليه، ومفروض هيتم تجهيزته في الفترة القادمة عشان يعود مرة تانية للمشاركة مع الفريق. فده بس كده سريعا على الإصابات اللي عندنا، بس يعني إن شاء الله كل الخير في الفترة اللي جاية. الإصابات أمر أعتقد أصبح لابد منه طبعا. يعني فيش موسم بيخلو من الإصابات لكل الأندية الحقيقة طبعا. وده أمر برضو طبيعي، لكن إحنا كنادي أهلي إحنا بنحتاج كل اللعيبة بتاعتنا، فبالتوفيق ويرجعوا إن شاء الله في أقرب يعني وقت. تعالوا بقى نروح نبص بصه كده على امم افريقيا، او كان الواحد لما بيجي يتكلم دلوقتي عن امم افريقيا بيتكلم وهو متعكنن، لان الحقيقه كان المفروض كان دي كانت فرصه ذهبيه للجيل الحالي من لعيبه المنتخب ان هم يعملوا حاجه ابعد بكتير من اللي هم عملوه. على كل الاحوال يعني دور ربع النهائي تحديدا شهد غياب الحضور العربي لاول مره من سنه 2013، ده حصل بطبيعه الحال بعد اقصاء بقى الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا ثم المغرب. وعلى فكره المغرب بصفه خاصه خروجها يعني شكل مفاجاه كبيره جدا، خصوصا وان هي الحقيقه قدمت وجه مشرف جدا لكره القدم الافريقيه والعربيه في مونديال قطر، واحتلت المرتبه الرابعه عالميا في سابقه يعني ما حصلتش قبل كده على المستوى القاري والمستوى العربي. مباريات دور ربع النهائي في أمم أفريقيا انتهت بالأمس والنتائج كانت كالتالي: نيجيريا هزمت أنجولا بهدف نظيف، الكونغو الديمقراطية هزمت غينيا بنتيجة 3-1، مباراة مالي وساحل العاج انتهت بفوز ساحل العاج بنتيجة 2-1، مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا انتهت بفوز جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، وبالتالي تأهل لنصف النهائي نيجيريا والكونغو الديمقراطية ساحل العاج وجنوب أفريقيا. وبكده في نصف النهائي هيتلعب يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، جنوب أفريقيا هيواجه نيجيريا وساحل العاج هتواجه الكونغو الديمقراطية، وأكيد هتكون ماتشات قوية جدا وهتبقى تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمة. كان الود ودنا نكون معاهم، خدونا معاكم، بس يلا عليه العمر. بص هقول لك على حاجة، يعني كأس أمم أفريقيا فعلا زي ما أنت بتقول غريبة، وما فيش حد، بقول لحضراتكم ما فيش حد في الداخل عندنا أو في أي دولة عربية كاستوديو تحليلي يعني توقع، غير يمكن عندنا احنا واحد بس وحضراتكم عارفين قال لك العرب مش هيكملوا والمغرب مش هيكمل النهائي ابدا كاس امم افريقيا. هو يعني كان لاعب سابق وحاليا بيحلل في قناه مع يعني كضيف ثابت، هو الوحيد اللي توقع ده بالمناسبه، انا تابعت اكيد انت عارف انا بتكلم عن مين. فلكن غير كده محدش ابدا كان متوقع المشهد ان كل الفرق او المنتخبات العربيه هتطلع وكمان مش هتتاهلوا بالشكل ده ومن بدري كده، كان صعب جدا. وكمان المغرب يا كريم كان صعب اكتر طبعا، فدي كانت مفاجاه. بس يعني الملف ده على كل حال احنا مش عايزين نتكلم فيه كتير، لان هو فعلا حاليا احنا بناخده كمعلومات كاخبار، لكن ده كاس امم افريقيا. تعال بقى نروح للعرب في كاس امم اسيا، لا هتلاقي المنتخبات العربيه بصراحه مشرفانا وبشكل كبير. يعني عندك مثلا خلينا نتكلم عن الاردن، خلينا نتكلم عن قطر، هم هيلعبوا في نصف النهائي، لكن الاردن هيواجه كوريا الجنوبيه، قطر هيواجه ايران، ثم عاملين لحد دلوقتي مباريات مهمه جدا. نتكلم عن مباريات كمان ربع نهائي كاس امم اسيا كانت فعلا ممتعه،
منتخب الأردن بيتأهل هنا كمان للمرة الأولى، وده يمكن أمر بالنسبة لهم تاريخي لكرة القدم الأردنية بعد ما فازوا على طاجكستان بهدف كان نظيف في مباراة كانت قوية جدا جدا، يعني لا كانت فيها تنافسية، كانت فيها متعة كروية. قطر صاحب طبعا الأرض والجمهور، حقق الفوز كمان بركلات الترجيح كان 3-2 بعد انتهاء المباراة اللي كان وقتها خلص الأصلي والإضافي 1-1. مباراة كمان كانت قوية جدا وطويلة جدا. قطر لو هنجي نتكلم شوية أكيد هو بيحاول يدافع عن اللقب. طيب بالنسبة لإيران، إيران مفروض أن هو كان برضو أحرز هدف أو خطف هدف، خلينا نقول هدف الفوز من اليابان، برضو ما كانش سيناريو متوقع. مفاجآت حلوة على فكرة في كرة القدم وبتشوفي ماتشات حلوة أو في الحياة حلوة. وبتشوفي ماتشات حلوة دوام الحال من المحال والله. تلاقي دلوقتي منتخبات يعني في حاجة برضو على فكرة. ليه بقول اليابان تحديدا؟ اليابان أنت فاكر لما كنا بنتكلم عن الكرة اليابانية وكنا بنقول على فكرة اليابان في يوم ما لأن هم ماشيين على البلان دي هيحققوا فوز لكأس العالم، وده سيناريو على فكرة ودنا العمر هنحضره فعلا. مين عشان دي يقول ناس بتخطط والعياذ بالله والعياذ بالله بالظبط. انا مش عايز نتيجه دلوقتي بس حسسني بامان، قول لي ان انت ماشي في الطريق السليم. بس انا هوند احنا هنوصل سنه كذا، كنا عايشين بقى او لا مش مهم، بس نحس ان احنا هنوصل. على كل حال انت بتتكلم عن الفوز على اليابان كان في الوقت برضو يعني زي ما بتقال وقت قاتل كده، فلا في متعه كرويه كبيره جدا كاس امم اسيا. بالتوفيق لكل منتخباتنا العربيه، عايزين نشوف كوره حلوه، عايزين يبقى في تطوير كبير. اعتقد ده لصالح الكره الافريقيه والعربيه في النهايه لو احنا هنتكلم عن نفسنا. لازم نهني بقى كل طبعا يعني اشقائنا في الاردن على هذا الانجاز التاريخي. تعالوا نتابع مجموعه اكبر من التفاصيل حول هذا الانتصار. معانا على التليفون من الدوحه الاستاذ امجد القيسي الناقد الرياضي الاردني. استاذ امجد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا، ومليون مبروك على هذا التأهل التاريخي، واكيد نحب نسمع تعليقك عليه. اتفضل يا فندم. صباح الخير عليك كريم، صباح الخير عليك نهاوند، تحياتي لكما وتحياتي للسادة المشاهدين ومتابعين قناة الأهلي اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها جدا جدا. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، حلم تحقق بالنسبة لكل أردني، إنجاز غير مسبوق. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وصلنا لل مربع الكبار، يعني هذا كان املنا وطموحنا قبل البطوله رغم النكسات اللي في البدايه كانت مع الكابتن لحسن عمود، لان احنا استطعنا من تدارك الامر في البطوله الاسيويه. كلام محترم جدا، ودايما لو حضرتك بتتابعنا استاذ امجد احنا بنحب نحلل شويه الامور. فكره التطوير الملحوظ كمان في الكره الاردنيه زي ما كنا بنتكلم عن التطوير الملحوظ في الكره المغربيه، عايزين نعرف من حضرتك سر ده. هل فعلا في شغل بقاله سنوات قائم علشان نوصل لهذه النتيجه؟ وكمان انا اتوقع بشكل كبير الكره الاردنيه في المستقبل ربما لها تاثير اكبر بكتير. خلينا نتكلم عن النقاط دي مع حضرتك برضو استاذ امجد، اتفضل. والله اذا بدنا نتحدث من ناحيه تطوير واستراتيجيه عمل، احنا كان في عندنا تخبط كبير في السنوات السابقه. احنا بدايه التطوير كانت مع الراحل المصري رحمه الله عليه محمود الجوهري، اللي حقيقه هو اللي زرع فينا التطوير وزرع فينا الاستراتيجيه العاليه وزرع فينا كيف انه نمضي قدما ونفكر في المستقبل. حقيقه نشهد له كل الاردنيين بخطة العمل كانت الواضحة والاستراتيجية العالية اللي أوصلتنا للمركز 37 عالميا. لكن ما بعد ذلك كان هناك تخبط، يعني الأمر ما كان ستيبل بالنسبة لنا، وحتى قبل البطولة يعني وقبل 6 أشهر كان عندنا مشاكل خلينا نحكي في الاتحاد. لكن مع جاية الكابتن لحسين عمودة كان في هناك نظرة على انه بدنا اللاعب الاردني يصير عنده فكر عالي جدا. فما بدنا نظن نفس النتيجة، الطريقة الكلاسيكية، الطريقة المعتادة نلعب دفاع وخلاص واحنا نصيبنا مع المنتخب اللي نقابله. لا يعني احنا الاستعانة بالكابتن لحسان عمودة لتاريخه الطويل جدا، ان كان مع الوداد، ان كان مع في البطولات الافريقية، ان كان حتى في قطر لما درب وحقق بطولات، هو صاحب فكر ونهج هجومي. الان نتحدث فنيا، لاعب منتخبنا الوطني اصبح ناضج كرويا الى حد كبير، والجميل بما فعله الكابتن لحسين عموتة، اصبح التحضير وبناء الهجمات يبدا من الخلف بكل ثقه والتزام. هذا بكل صدق وامانه لم نعتاد على مشاهدته من قبل، لمساته وبصماته واضحه
واثقة ناهيك عن موضوع الاحتفاظ بالكرة إلى أكبر وقت ممكن. يعني الاستراتيجية اللي بنلعب فيها والنهج المتبع اختلف، وهناك انضباط تكتيكي عالي وواضح من خلال إغلاق الملابس الخلفية في المنتصف بالتحديد. في حال فقدان الكرة وتحول اللاعب مباشر في حال الاستخلاص على الأطراف، فبالتالي الاعتماد صارت على سرعة اللاعبين في عملية المرتدات، وحتى في حال قطع الكرة من دفاع الخصم أصبح هناك أن اللاعب الأردني فكر في عملية كيف أنك تأخذ الكرة من دفاعات الخصم وتنطلق بها إلى المناطق الأمنية وتسجيل الأهداف، يعني إحراج الدفاع، ونجحنا في تسجيل الأهداف. يعني مثال على ذلك الهدف الأول للمنتخب الوطني الأردني على المنتخب العراقي المهاجم نزل العماد، قطع الكرة من بين ثلاث مدافعين وطرح كالسلم ووضع الكرة من فوق حارس المرمى، يعني صار عندنا سرعة في مهارات بقت واضحة كمان. صحيح جداً. تمام. طيب أستاذ أمجد، أستاذ أمجد أنا عايز أروح مع حضرتك لنقطة أنا وكريم كنا بنتكلم عليها برضو، لو تسمح تعليق حضرتك إيه من وجه برضو أو من يعني من خبرتك، من باب خبرتك على فكرة هنا عدم تألق المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا، ولحد دلوقتي نقدر نقول لا في تحسن كبير جدا في أداء المنتخبات العربية في كأس أمم آسيا، بتشوف ده ليه منطق ولا المنطق غايب هنا زي ما البعض كان بيقول؟ يعني اولا المنتخبات الافريقيه، بدي ارد على هذه النقطه بعدين بدي اروح اتحدث عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي. المنتخبات الافريقيه اول شيء صابها غرور بالنسبه للمنتخبات العربيه. المنتخب المغربي وصل للسيمي فاينل كاس العالم، فالكل كان مرجح المنتخب المغربي انه يكون هو حامل لقب هذه النسخه. واحد. اثنين، المنتخب المصري هو كان مرشح فوق العاده لحمل لقب هذه النسخة بتاريخه الطويل والكبير، 10 مرات وجد في المشهد الختامي، 7 مرات بطل، 5 مرات استضافة البطولة، أرقام كبيرة، 3 مرات حقق، هو المنتخب الوحيد حقق البطولة 3 مرات، فبالتالي الأرقام كلها ساعدت على أن يكون المنتخب المغربي بالتحديد والمنتخب المصري مرشحان فوق العادة. خلفهم يجي المنتخب الجزائري، لكن من خلال ما شاهدناه يعني موريتانيا وتونس ما كان تحضيرهم جيد. اللي احنا شفناه للامانه اللاعب المصري بالتحديد ما عنده غير نهائيا على شعار بلد. يعني احنا لما تابعنا المنتخب المصري احنا بالنسبه لنا يعتبر المنتخب الثاني بعد المنتخب الاردني. بنحب نتابعه وبنشجعه. تفاجأنا ان اللاعب بيخسر وبطلع من الملعب عادي الموضوع عنده. وين ايام يعني وائل جمعه، وين ايام ابو تريكه، زيدان اللي كانوا ياكلوا العشب الاخضر واليابس. يعني في تلاقي لما يكون في كل تلاقي الفريق كله انتفض. فيعني انت هذا المنتخب اللي شفناه منتخب رقيق جدا، منتخب كان اشبه بالمنتخب المصري، الموجود منه كان فقط هو القميص والمنتخب المصري فقط. اما اللاعبين بالذات المحترفين حقيقه نستثني تريزيجيه كلهم ما قدموا اضافه المرجوه، فبالتالي عمليه ايضا كمان انت لما تحترف في اوروبا وترجع على افريقيا هيختلف عندك المناخ والطقس والارضيه، فبالتالي اللاعب تعود يعني سامحوني في الكلمه عن نظافه، فيرجع لافريقيا احكي لك عن الانصاب ممكن انا ما ارجعش على الفريق اللي انا كنت فيه، ممكن انه اتعثر في مسيرتي. فبالتالي صارخات يلعب بالشوك وبالسكين، ما يفوت مقاتل، ما يفوت بالتحامات، فصار يفكر بنفسه ما يفكر في شعار بلده. انا منه علي قلت في اكثر من مناسبه لابد ان يعتمد الاتحاد المصري على اللاعب المحلي اكثر من اللاعب المحترف، لانه المصري عنده غيره لحب البلد ونقدم كل ما لديه الغالي والنفيس من اجل سعاده الجماهير والله المصرية. هي اكيد حتى اكيد اللاعب المحترف استاذ امجد برضو عنده النوع ده من الوطنيه لا شك فيه، يعني مش هنشكك في الحته دي، بس هي القصه كلها زي ما حضرتك قلت وعجبتني الجمله قوي، انا ما بقاش فارق معايا، بقيت اشوف اللاعب يعني بيلعب ما بيلعبش، مادي مش مادي جيد، كله محصل بعضه. ودي نقطه ما شفتهاش بس في المنتخب المصري، حقيقه انا شفتها في منتخبات عربيه كتيره جدا، حتى تحس المنتخب المغربي بعض اللعيبه
عنده هذه الثقة العالية اللي هو مش مهم يعني، وكأن هذه البطولة التي تمثل العرب وأفريقيا مش مهمة، احنا دلوقتي وصلنا المستوى العالمي فعادي يعني. دي أنا لمستها والكثير لمسها الحقيقة. طيب في مقابل بقى أفول نجم المنتخبات العربية في أمم أفريقيا أستاذ أمجد، وكلنا طبعا شهدنا في الفترة الأخيرة خروج تقريبا كل المنتخبات العربية وآخرها المنتخب المغربي، لكن في المقابل وعلى مستوى كاس اسيا لا الوضع عربيا مختلف كتير، وكان في كتير من المفاجآت الحلوه بقى يعني، المفاجآت الخاصه بالمنتخبات العربيه في امم افريقيا كانت كلها تعيسه الحقيقه بنتيجه يعني بدليل خروج الكل، لكن على مستوى امم اسيا الوضع مختلف تماما، وكان في مفاجآت مدويه لا سيما المتعلقه بالمنتخب الاردني، منتخب فلسطين، يعني كان العرب حاضرين بقوه. ففي رايك كده تحليلك لمشاركه المنتخبات العربيه في النسخه دي من امم اسيا كيف رايته؟ كريم اول شيء بس الموضوع اللي كنا نتحدث فيه، انا ضربت مثلا على المنتخب المصري قناه مصريه، ثاني شيء انتم قريبين جدا لقلوبنا. الامر الثالث انه جميع اللاعبين الكبار غياب محرز ومحمد صلاح على راسهم كلياتهم خذلونا احنا العرب، ما خذلوا بس منتخبات بلادنا، نحكيها بكل صدق وامانه. فبالتالي عرب افريقيا ما حضروا نفسهم بشكل جيد واستهانوا ولم يحترموا الخصوم، يعني انت بتشوف راس الاخضر، بتشوف موزمبيق، بتشوف المنتخبات اللي صحيح بتصدر مجموعتها وبتفوز بتصل لادوار متقدمه ما كنا نسمع فيها، اختلفت خارطه الطريق جميعها في افريقيا. صحيح. نتحدث عن اسيا، منتخبات اسيا بتتحدث عن الدور نصف النهائي، المنتخب القطري والمنتخب الاردني، المنتخب القطري حامل اللقب والمدافع عن لقبه، المنتخب الاردني المدافع عن حق الشارع الرياضي الاردني اللي صار له سنوات طوال وطوال جدا وهو باحث عن الفرحه. فيعني احنا قبل هذه البطوله طلعنا اكثر من مره وصرحنا انه اقل من الاربعه الكبار لن نقبل، وهددنا تهديد للاتحاد وغيره باننا لا نريد اقل من الاربعه الكبار، فكان التحدي كبير. والكابتن حسين عموته وعد واوفى، بالرغم عن البدايه يعني كان هناك 9 مباريات قبل بطوله امم اسيا، التسع مباريات 6 هزائم للمنتخب الوطني الاردني وتعادلين وفوز وحيد فقط لا غير. فحتى اخر مباراه كانت مع المنتخب الياباني خسرنا ب6 اهداف. والمنتخب الياباني الكل كان مرشح هو فوق العاده انه يكون هو حامل اللقب، لعب 10 مباريات، انتصر فيها على تركيا، انتصر على المانيا، انتصر على تونس، انتصر على كل منتخبات كبيره من كل خلينا نحكي القارات. فكانت المباراه صدمه كبيره للشارع الرياضي الاردني، في خوف من الدخول في هذه البطوله من ان تكون النتائج كارثيه، لكن النتائج سبحان الله جاءت غير ذلك وبصوره ايجابيه جدا. استطعنا حقيقه من الوصول المربع يعني خلينا نحكي السيمي فاينل الاربعه الكبار، الجميع ما حدا رشح المنتخب الوطني الاردني يصل لهذا الدور، لكن بالعزيمه بالاصرار بالقوه صحيح يعني صحيح. اللاعب الاردني امن بقدراتي، يعني كابتن حسين عموته في اكثر من تصريح ماذا قال؟ قال انا بلعب حسب امكانيات اللاعب الاردني، انا ما عندي فنيات غير انا، هو فعليا عندي يزن عماد وعلي علوان وموسى التعمري محترفين الثلاث، هم اللي بعول عليهم في المنطقه الاماميه وبعول عليهم كمحترفين بمعنى الكلمه، لكن اللاعب الاردني مش محترف، هو لاعب هاوي. احنا الدوري الاردني عندنا دوري اردني للمحترفين، لكن هو فعليا دوري اردني للهاويين، لاننا لا نطبق الشروط الرئيسيه والسليمه لموضوع الاحتراف. رائع. فبالتالي عندنا عامل اللياقه البدنيه، تفضل. لا لا احنا بنسمع حضرتك، انا بتفق معاك بصراحه في كلامك، وهنرجع نقول تاني احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه في اي بطوله، يعني لان زي ما حضرتك قلت استاذ امجد وعجبتني بصراحه الجمله دي، انت قلت احنا هنتكلم عن المحترفين المصريين خذلونا كعرب،
الحقيقة دي جملة يعني أنا أتفق معك فيها، لأن مش بس عشاق ومش بس محبي محمد صلاح من المصريين ولا تريزيجيه ولا مرموش ولا غيره، لا العرب. ولما بتيجي مصر تلعب قد إيه بيبقى فيه فعلا عرب بيشجعوا مصر، والعكس صحيح، وشفناها في كأس العالم وغيره. وبما أن مصر الكبيرة في هذه البطولة، وأنا بتكلم الكبيرة كمان وفقا للأرقام وعدد البطولات، فطبيعي تكون في منتخبات عربية بتشجعها لو المنتخب بتاعها مش مشارك أو أن هو ما تأهلش. ف يعني جملة هي حلوة وجملة تزعل في نفس الوقت، ان انا هتفق معاك على كل حال. احنا بنشكرك جدا في البداية طبعا الاستاذ امجد القيسي الناقد الرياضي العزيز من الدوحة، لكن كلامك لمسني بصراحة يعني فهم يا كريم، زعلونا، مش هقول خذلونا بس زعلونا كعرب، زعلونا لان اسماء كبيرة. بص على قدر المحبة وعلى قدر القيمة الواحد بيزعل، عارف، عشان انت قيمتك كبيرة، عشان محمد صلاح قيمته كبيرة وكل المحترفين عندنا قيمتهم كبيرة، فبالتالي بنزعل على قدر هذه القيمة وقدر المحبة الواحد بيزعل. فمش عارفين ندعي نقول يا رب اللي جاي يبقى احسن، لان احنا عمالين ندعي ده بقالنا سنين طويلة، لكن يا رب اللي احنا فيه يتغير. والله يا ريت اللعيبه المحترفين بتوعنا كانوا سمعوا الكلمتين اللي قالهم استاذ امجد في مكالمته معانا، اعتقد كان هيهز فيهم حاجات كتير، وكان هيخلق جواهم رغبه في ان هم يثبتوا العكس. لان الحقيقه لازم نبص للامور بنفس القدر ده من الشفافيه. حتى استاذ امجد لما بيجي بيتكلم على الدوري المحلي الخاص بيهم بيقول لك هو المفروض ان هو يعني قدام الدنيا كلها ان هو دوري المحترفين، لكن في حقيقه الامر هو دوري للهواه. الموضوعيه دي والشفافيه دي بتوصل الناس، بتوصلهم لانجازات. وبالمناسبه انا ما عنديش ذره شك ان شاء الله الوضع على صعيد كره القدم الاردنيه هيختلف كتير الفتره الجايه بعد الانجاز اللي هم عملوه. مجرد وجودهم ضمن الاربعه الكبار في بطوله مهمه وكبيره قاريه زي دوري ابطال اسيا اكيد حياتهم عندها تغيير كبير جدا، وفعلا تفصيله الروح وحته الحميه الوطنيه بتفرق كتير، ودي احنا كنا معولين عليها كجمهور. يعني في مرحله معينه لما بقى ايه بقى عدينا مرحله ان احنا بنضرب اخماس في اسداس وفيتوريا صاحي ولا نايم، عدينا بقى المرحله دي وقلنا الحاجه الوحيده اللي هنراهن عليها الروح اللي المفروض تكون متواجده لا لشيء غير لان اللعيبه دي لابسه تيشيرت منتخبنا. تاكيدا على كلامك، او ممكن يكون البعض يفسره كده، زمان الاجيال القديمه، زمان على فكره الكلام ده بيسري على الكل مش على مصر بس، كان اللاعب بيلعب في النادي بتاعه. يعني ايه؟ يعني اللاعب بيلعب في النادي بتاعه بس، فكره الاحتراف مش موجوده قوي. فانا لو انا مش كويس في المركز بتاعي في النادي بتاعي انا ليا بديل واثنين وممكن ما اكملش عادي جدا. دلوقتي اصبح مع الاحتراف، وعلى فكره ده مش غلط، ما هو طبيعه الحال لازم هيكون في تطوير ولازم هيبقى في عمليه الاحتراف او ملف الاحتراف ده يعني في انفتاح بشكل كبير جدا. فبس الموضوع للاسف ليه انعكاسات سلبيه. انا دلوقتي بلعب مع النادي الفلاني، انا دلوقتي بلعب مع النادي الفلاني كاعاره مثلا، وانا دلوقتي محترف في واحد من اكبر الدوريات في اوروبا، فمش فارق معايا المنتخب. ممكن انا ما بجمعش، بس ده سيناريو وارد، فمش فارق معايا. انا جاي ادي الشكلين وارجع. شفنا الاثنين، شفنا منهم اللي لا فارق معاه وبيلعب المنتهى الوطنيه، وشفنا اللي على الحق يا كريم. بصراحه مصطفى محمد انا من الناس اللي بجد شايفاه لاعب راجل بجد في الملعب. مصطفى محمد يعني متفرج على اي مباراه مصطفى محمد فيها اساسي، وكان اساسي تقريبا في معظم المباريات، يعني انت بتسمع اسم مصطفى محمد بس، يعني يمكن المنتخب كله مش سامع اسمه غير مصطفى محمد. فبجد لاعب رائع جدا، قوي جدا، بتحس ان هو بيستقتل في الملعب بجد يا كريم. بيلعب في دلوقتي دوريات، ولعب قبل كده في التركي وحاليا في الفرنسي وبتاع، بس مش فارق معايا. انا جاي العب اسم منتخب مصر، وخلي بالك اكبر نجاحات اي لاعب بيحققها هو مع منتخب بلده طبعا، بغض النظر بقى مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي حضراتكم بتلعبوا فيها وبتحترفوا فيها، بس ده تاريخ واقع، ده مش كلام انا يعني. بس احنا شفنا ده على فكره يا نهاوند، يعني شوف اللي انت بتقوليه على مصطفى ينطبق الى حد بعيد على تريزيجيه وعلى عمر مرموش. يمكن الانتقادات الجماهيريه كانت على حجازي المتعلقه بالمحترفين كانت اكتر ناحيه النني وحجازي ومحمد صلاح، لكن الباقي ما تقدريش تقولي ان انت شفتي منهم تخاذل او تراخي، لا للامانه عملوا شغل زي الفل. انت عايز تشوف اللاعب بتاعك سواء بقى محلي او محترف جاي بيلعب بجد، بيلعب بجد، بيلعب وبيستقتل في الملعب وبس، وصدقوني النتيجه مش فارقه بعد كده، بس اشوف انا كجماهير ان اللاعب بتاعي ده سواء على مستوى الانديه او المنتخب بالمناسبه، اللاعب بتاعي ده بيأدي اللي عليه، أدي اللي عليك، والنتيجه دي مش بتاعتنا بقى، بس الواحد يحس ان اللي قدامه مقدره.
الواحد يحس ان اللي قدامه فعلا بيعمل افضل ما لديه، مش عايزين اكتر من كده. على كل حال ملف المنتخب، بص احنا عمالين نحرق الاحزان خدتنا ونرجع. الاحزان خدتنا واحنا لسه عندنا اخبار حلوه عايزين نعرفها لكل مشاهدي قناه الاهلي. بالمناسبه على ذكر الاخبار الحلوه، فاز منتخبنا المصري للريشه الطايره بست ميداليات في البطوله العربيه رقم 24 للكبار والشباب اللي اقيمت مؤخرا في الرياض خلال الفتره من 29 وحتى الثاني من شهر فبراير. شارك في البطوله دي 100 لاعب من 16 دوله، حصل المنتخب على 3 ميداليات ذهبيه وكانوا من نصيب نور يسري في فردي السيدات ومحمود محمد حسن في منافسات فردي الشباب. أما الذهبية الثالثة فكانت من نصيب الزوجي المكون من محمود حسن وعمر، فيما طبعا حسن وعمر فيما جاءت طبعا يعني محمد رافض كمان حصل على برونزية من البرونزيات عن طريق رحمة العدوي في منافسات فردي السيدات. أحمد صلاح ورحمة العدوي حصلوا على نفس الميدالية في منافسات زوجي المختلط للكبار، ومحمود محمد حسن وجنى الغمري في منافسات زوجي المختلط للشباب. إنجاز محترم جدا، يا رب يتبني عليه المزيد من النجاحات والإنجازات الفترة الجاية إن شاء الله. من الاتحادات والمنتخبات برضو اللي بتسعدنا جدا، خلينا نروح لوزير الشباب والرياضة طبعا دكتور أشرف صبحي اللي هلنا الاتحاد المصري هنا بنتكلم للتنس بعد ما فاز منتخب مصر للتنس على الإكوادور بنتيجة 3 مواجهات دون رد. كانت منافسة قوية جدا بس لصالحنا عشان يتأهل كده منتخبنا رسميا للمجموعة العالمية الأولى يعني لكاس ديفيس، وبكده بيحجز الفراعنة خلينا نقول المنتخب بتاعنا بطاقة الصعود رسميا. طب دي أول مرة ولا المرة الكام؟ لا دي أول مرة بشكل رسمي في تاريخ التنس المصري، فبجد خبر رائع جدا من الرياضات دلوقتي الصاعدة وبشكل قوي جدا. كاتحاد كمان في شغل بيتم، فبالتوفيق ليهم. وعاجبني ان مؤخرا، وهتكلم هقول مؤخرا مش معنى كده ان قبل كده ما كانش بيحصل، بس مؤخرا دكتور أشرف صبحي بقى متواجد يا كريم في كل الاتحادات وفي كل الرياضات، ودي نقطة لازم برضو نقف عندها. لان انا كلاعب، انا كبطل مصري عندي في الاتحادات بتاعتي اللي انا تابع ليها مشاكل، ومشاكل العالم كله شايفها، لما ابتدي احس ان الاداره بتاعتي او الوزاره بتاعتي او المسؤولين بتوعي متواجدين في كل صغيره وكبيره بيحاولوا، مش هقول وصلوا للنجاح، بس بيحاولوا يحلوا كل المشاكل اللي ممكن تكون متواجده على طاوله الاتحادات، فده اعتقد امر جيد جدا. دلوقتي ما بقينا نشوف دكتور أشرف صبحي موجود في أي اتحاد مع أي منتخب في أي رياضة، يعني أي منتخب مصري في أي رياضة، فده أمر جيد جدا. أعتقد برضو الدفعة المعنوية يا كريم، الاهتمام بيبقى مهم جدا، وده اللي احنا محتاجينه. احنا كان عندنا أبطال بيروحوا يلعبوا باسم مصر في بطولات عالمية يرجعوا ما يلاقوش أي حد مستقبلهم. يعني كان وضع سيء جدا، الكلام ده من سنوات ماضية، كان حرام حتى هم يطلعوا يقولوا لك أنا كنت بحس يعني بروح أسافر بره الناس عارفاني، بيبقى بره الناس عارفاه، يجي على ارض بلده محدش عارفه، بلس ان يعني المسؤولين مش هنا، انت جبت ميداليه طب الف مبروك، ده لو قالوها كمان. فلا طبعا في اختلاف حاصل على الارض فلازم نشيد بيه، فبالتوفيق للي جاي. نتمنى حل كل المشاكل اللي بيواجهها اللي ابطالنا في كل الاتحادات المصريه، نتمنى حل الازمات برضو الخاصه بالتمويل وغيره، نتمنى من الشركات ورجال الاعمال وسيدات الاعمال المحليين والوطنيين ان هم يدعموا الرياضات المختلفه بتاعتنا وتحديدا في الاولمبيات والبارالمبيكس، لان ده اعتقد احنا في غايه او خلينا نقول ملف في غايه الاهميه، وهم اكتر فئه محتاجين دعم الحقيقه. يعني واكتر فئة بتحقق انجازات فظيعه، يعني ما في مره من المرات عندنا بعثه مصريه شاركت في اي دوره بارالمبيه غير لما رجعت محمله بكميات وافره من الميداليات، يعني في تشكيله كده ذهب على برونز على فضه، لكن البعثه المنتخب الاولمبي مش بالضروره، يعني مش بالضروره يحققوا نفس القدر من الانجازات. فطبعا كل التحيه والتقدير ليهم طبعا بعثه مصر البارالمبيه. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الاتحاد الدولي للالعاب الماء اللي هنأ الاتحاد المصري للسباحه وهنأ كمان وزاره الشباب والرياضه على تحقيق اللاعبه المصريه مها عامر الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للالعاب المائيه بعد فتره طويله الحقيقه من الغياب عن الوقوف على منصات التتويج. قال الاتحاد الدولي ان هذا الانجاز جاء بعد جهد وتعب كبيرين للجميع، سواء مها عامر او الجهاز الفني لمنتخب مصر. نجحت البطلة المصرية مها عامر في انها تحصل على الميدالية التاريخية دي لمصر خلال منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 الى يوم 18 فبراير، وبالمناسبة ده كان بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم القادمين من حوالي 190 دولة مختلفة، كلهم كانوا بيتنافسوا على حصد 75 ميدالية، وطبعا هذه البطولة مؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.
الأسبوع القادم هيشهد إيه من تغييرات في درجات الحرارة والطقس يا فندم؟ اتفضلي. صباح الفل على حضرتك أستاذة نهاوند وأستاذ كريم وكل السادة المشاهدين. بالفعل الأسبوع الماضي كان حتى الجمعة الماضية كان في انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل. الأمطار شفناها بشكل متفاوت ومتفرق من محافظة للثانية، لكن شملت أغلب محافظات شمال البلاد. يمكن كمان كان في نشاط لرياح حسسنا أكثر بالبرودة وحسسنا أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة، لكن من أمس يمكن اليوم كمان بدأت تستقر الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. بدأت قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاعات الطفيفة. احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 18 درجة مئوية، بعد ما كنا الاسبوع الماضي بنسجل 15 و16 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى. وطبعا في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم المحافظات، زيادة فترات سطوع اشعة الشمس خلال فترة النهار، الاجواء ما بين اجواء مائلة للبرودة المائلة لدفء فترة النهار في اغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، دافية بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، جنوب سيناء أو جنوب الصعيد، ده فترات النهار. لكن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هتظل قيم درجات الحرارة فترة الليل منخفضة بشكل كبير، خاصة كمان إن احنا هنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية. الكتل القادمة من مناطق صحراوية فترة الليل بتبقى نسب الرطوبة فيها منخفضة، فهيظل إحساسنا بالأجواء الشديدة في البرودة موجود بشكل كبير فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء، شمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لأقل من 5 درجات. خلينا ننوه ان المدن الجديده الاماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتبقى قيم درجات الحراره الصغرى فيها اقل من المناطق الداخليه، يعني احنا لو صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 10 درجات هنلاقيها في المدن الجديده 7 أو 8 درجات لان لها طبيعه مختلفه. بالنسبه لفرص الامطار يمكن كميات الامطار خلال الاسبوع ده هتقل تماما عن الاسبوع الماضي، هتتراوح ما بين امطار خفيفه المتوسطه اليوم، غدا امطار متوسطه على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، تمتد بكميات اقل خفيفه لجنوب الوجه البحري، يمكن اليوم خلال فتره المساء ممكن توصل خفيفه جدا لمناطق من القاهره الكبرى، لكن باقي ايام الاسبوع فرص الامطار هتقل وتتلاشى تماما من على الاغلب. طيب انا عايز اسالك عن بعض الاماكن لان كان في ناس بعتلنا يعني مخصوص، ناس كانت بتسال لان دلوقتي خلي بال حضرتك من حاجه، وطبعا كلنا عارفين الوقت ده بيبقى ممتع جدا وجذاب جدا او جاذب جدا للسياح، لان هم بيكون عندهم برد قارس في دولهم الاوروبيه، وبيبقى في مصر الوضع افضل شويه. فلو احنا اتكلمنا عن المناطق السياحيه، لو اتكلمنا عن اسوان، لو اتكلمنا عن الاقصر، لو اتكلمنا عن الجونه، هل مثلا الاسبوع القادم ده هيشهد درجه ممتعه، درجه جيده في المحافظات دي يا فندم؟ اتفضلي. خلينا نقول ان احنا في كلا الاحوال قيم درجات الحراره في جمهوريه مصر العربيه في معظم المحافظات لا يقارن تماما بدرجات الحراره الموجوده في الدول الاوروبيه، لان ربنا حمينا بوجود البحر المتوسط، الكتل الهوائيه الشديده في البروده لما بتمر عليه بيحصل لها تعديل، لكن احنا كمان عندنا بالفعل الاماكن الموجوده على البحر الاحمر زي شرم الشيخ والغردقه خلال فترات النهار طقسها دافي تماما وطقسها كمان مستقر تماما خلال الايام اللي جايه، يمكن كمان خلال الايام الماضيه لما كان في ارتفاعات انخفاضات في قيم درجات الحراره طقسها كان مستقر، فبالتالي اجواءها دافيه فتره النهار، برده شديده في البروده فترات الليل. الاقصر واسوان طبعا فيهم ارتفاعات كمان في قيم درجات حراره عظمى بتسجلها 28 و27 درجه مئويه متوقع خلال الايام اللي جايه، فبالتالي الاجواء دافيه نقدر نستمتع بالاجواء في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه ان احنا كمان من بكره الاثنين هنبدا في ارتفاعات في قيم درجات الحراره بمعدل من 2 لـ4 درجات في اغلب الانحاء، فهنلاقي حتى القاهره الكبرى بتسجل قيم درجات حراره 22 و23 درجه مئويه، فالاسبوع ده دافي تماما في معظم محافظات الجمهوريه مقارنه طبعا بالاسبوع الماضي. طيب في اي استفسار؟ انا زي الفل، انا زي الفل. اشكرك جدا كالعاده، تغطيه رائعه جدا، اشكرك دكتور منار غانم، شكرا ليك. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عودة إلى 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. خلونا بقى نعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة منى المنيسي المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. منى صباح الفل عليك، اتفضلي.
يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله اخباريه جديده من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. انا موجوده علشان اقول لكم او انقل لكم كل اخبار النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم وايضا جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. يعني يمكن يا كريم خليني اقول لك او اقول لك يا نهاوند انه ربع ساعه او 10 دقائق تقريبا بتفصلنا عن انطلاق ميران اليوم للكره الفريق الاول لكره القدم النهارده على ملعب مختار التتش. طبعا الفريق بيواصل استعداداته وتدريباته استعدادا لاستئناف الدوري وكمان لمباراه بلوزداد ان شاء الله الجزائري اللي هتكون في الجزائر يوم 16 الشهر الجاري ان شاء الله، او شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا. يعني خليني اقول لكم النهارده ان في غيابات هتكون موجوده في تمرين الفريق، منهم طبعا لاعب النادي الاهلي الجديد الفلسطيني وسام ابو علي اللي كان اشتكى اول امس في التدريب من شد في العضله الخلفيه، هو دلوقتي في برنامج تاهيلي عشان يرجع ان شاء الله في اسرع وقت ممكن لاستئناف التدريبات الجماعيه بالكره بشكل طبيعي. مش هو بس اللي بيغيب عن تدريب النهارده او مران اليوم، كمان نجمنا التونسي لاعب النادي الاهلي كمان علي معلول النهارده او كان اشتكى من اصابته بنزله برد وهيغيب النهارده عن التدريبات الجماعيه، لكنه هيكون موجود وقت التمرين بتاع الفريق على ملعب مختار التتش، هيكون هو موجود في الجيم علشان يعمل تدريبات خفيفه لحد ما يكون احسن ويقدر ان هو ينضم لاستئناف تدريبات مع الفريق بشكل طبيعي وتدريباته مع الفريق بشكل طبيعي كله. تمرين النهارده برضو بيشهد انضمام طبعا نجم النادي الاهلي المغربي رضا سليم اللي كان تقريبا من 3 شهور ونص او اكتر كان اجرى عمليه او جراحه في الكتف، و الفترة اللي فاتت كلها كان بيتأهل بشكل قوي وسليم علشان يقدر يستأنف تدريبات وماتشاته ان شاء الله مع النادي الاهلي، فهو موجود النهارده في التدريب. كمان من اخبارنا الساره النهارده هو ثنائي النادي الاهلي احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا. عايز اقول لكم يا كريم يا نهاوند ان هم في خلاص بينفذوا اخر مرحله في البرنامج التأهيلي ليهم، واللي بعدها ان شاء الله هتكون استئنافهم لتدريبات الكره بشكل طبيعي مع الفريق، فهم خلاص في اخر مرحله او في تنفيذ اخر مرحله من البرنامج التاهيلي علشان ان شاء الله ينضموا لتدريبات الجمعيه بشكل طبيعي. الجهاز الفني وتدريب الفريق كمان بينتظر عوده اللعيبه الدوليين بعد قدومهم من او بعد رجوعهم من كوديفوار. مستر مارسيل كولر كان منحهم اجازه بس ان شاء الله يوم الثلاث بعد بكره هيكونوا موجودين في التدريبات الجمعيه بشكل طبيعي، استأنفوا تدريباتهم إن شاء الله مع باقي الفريق. ومن كرة القدم لكرة السلة رجال، النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام نادي سموحة الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وحابة أنوه لكل مشاهدينا ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان أنه هيكون فيه كمان بث مباشر للمباراة الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، هتكون موجودة على شاشة قناة النادي الأهلي، والساعة 5:30 مساء كمان هيكون فيه استوديو تحليلي مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق. المباراة هتكون الساعة 6 مساء في دوري السوبر. حابة كمان أقول لكم أنه آخر مباراة للنادي الأهلي كانت مع نادي الاتحاد على صالة نادي الاتحاد، وشهد تألق كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي. مستر أوجستي بوش قدر أنه هو بعد ما كان مهزوم أو بعد ما كان مش عارف يتقدم في الشوط الأولاني، لأنه الاتحاد تقدم في الشوط الأولاني بنتيجة 31-23، قدر من الشوط الثاني انه يبدل الخطط بتاعته او يعمل تعديل في الخطط بتاعته علشان يقدر ان هو في الشوط الثاني في الكوارتر الثاني يخلص بنتيجه 45-42. في الاخر بقى قدر مستر مارسيل كولر بلاعبته ان هو يفوز على مباراه بنادي على مباراه نادي الاتحاد، وانتهت بنتيجه 84-78 لصالح النادي الاهلي، وشهدت الحقيقه تألق كبير من رجال النادي الاهلي. مش بس رجال نادي الاهلي لكره السله المتالقين حقيقي، كمان اليومين اللي فاتوا الناشئات وناشئين النادي الاهلي في كره السله كانوا عاملين مباريات اكثر من رائعه. بحب اقول لكم انه شباب 16 سنه مثلا فازوا على نادي وادي دجله اكتوبر بنتيجه 43-27 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. كمان شابات النادي الاهلي او ناشئات نادي الاهلي تحت 16 سنه كمان فازوا على فريق العبور بنتيجه 62-15 في بطوله الجمهوريه.
ومن كرة السلة لكرة الطائرة، وكرة طائرة رجال امبارح تحديدا فازوا على فريق نادي او فريق القناة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري. المباراة كانت على صالة هيئة قناة السويس، وشهدت تألق كبير من لاعبي النادي الاهلي. الحقيقة ان هم ماشيين بخطة ثابتة وبشكل قوي جدا من اول الموسم، لانه اخر كمان حابة افكر طبعا مشاهدينا ان اخر مكسب ليهم او اخر مباراة ليهم قبل مباراة القناة كمان كانت مع نادي سبورتنج، وانتهت ايضا بنتيجة 3-0 لصالح لاعبي النادي الاهلي. ومن كرة اليد رجال من كرة الطائرة رجال لكرة اليد رجال كمان حققوا اخر فوز ليهم، كان يوم الجمعة على نادي هيليوبلس بنتيجة 31-27 ضمن منافسات الدوري. كانت المباراة مقيمة على صالة الامير عبد الله الفيصل، وشهدت تألق كبير من لاعبي النادي الاهلي. حابة اقول لكم تحديدا انه في الشوط الاول انتهى بنتيجة 15-14 لصالح النادي الاهلي، والشوط الثاني انتهى بنتيجة 31-27 ايضا لصالح النادي الاهلي. من المقرر بقى انه المباراه اللي جايه هيلتقي رجال كره اليد ان شاء الله مع نادي الجزيره يوم الثلاث القادم، والمباراه هتكون على صاله المركز الاولمبي بالمعادي ان شاء الله. حابه كمان من هواندا اقول لكم ان المباراه دي شهدت رجوع او عوده حارس المرمى او حارس النادي الاهلي لكره اليد رجال عبد الرحمن حميد، بعد كان عنده اصابه وكان الفتره اللي فاتت ده كان عنده برنامج تاهيلي، وقدر ان هو يرجع في المباراه دي بشكل قوي. ما حسيناش الحقيقه ان هو كان عنده اصابه او اي حاجه، رجع بشكل قوي عادي، شارك مع الفريق بشكل طبيعي في المباراه، وان شاء الله يكون موجود الفتره اللي جايه كمان بشكل طبيعي. مش بس ناشئات وناشئين الكرة السلة هم اللي عاملين حقيقة مباريات أكثر من قوية، كمان ناشئات يد الأهلي كمان تحت 18 سنة حققوا فوز كبير على نادي الزمالك بنتيجة 47-26 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. قبلها كمان كان الفريق حقق فوز على نادي النصر بنتيجة 44-14. يعني دي كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر رئيس للنادي الأهلي بالجزيرة. حابة كمان في الآخر أقول لكم يعني أو أنقل لكم بعض من الأجواء اللي موجودة في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 10، يعني يمكن الجو الصبح كان برد أكتر من دلوقتي، الشمس دلوقتي موجودة، فالجو حقيقة لطيف جدا في النادي الأهلي هنا بالجزيرة. لو حد حابب أكيد يكون موجود من أعضاء النادي الأهلي بيشوفنا دلوقتي، يقدر إن هو يستمتع بساعات الأولى من صباح اليوم في النادي. في كمان كان سيولة مرورية بشكل كويس وأنا جاية في الطريق، الطريق كان كمان ما فيهوش أي ازدحام، خاصة إنه يعني مع إن النهاردة يوم الأحد، ولكن عشان طبعا في أجازة من الجامعات ومن المدارس، فكان في سيولة مرورية بشكل كبير النهاردة وأنا جاية في الطريق. لو حد حابب يكون موجود من أعضاء النادي الأهلي أكيد يتفضل يكون موجود في النادي الأهلي بالجزيرة. ديانا هواندو يا كريم، كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر رئيس للنادي الأهلي بالجزيرة. كلمة ليك يا كريم، ولو عندكم أي سؤال انا اكيد موجوده، اتفضل. لا الحقيقه مفيش اي اسئله ولا استفسارات اضافيه، كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه منى المنيسي المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلونا نطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستهل مع حضراتكم فقرات الحواريه، خليكم معانا. من كل حضراتكم من جديد في الفقره دي حضرات هنتكلم عن رياضه الكاراتيه، وطبعا دي من الرياضات اللي ليها شعبيه كبيره جدا عندنا في مصر، وهنتكلم كمان عن منتخب مصر اللي حصل مؤخرا على 5 ميداليات في بطولة البريمير ليج الدولية بفرنسا. عندنا كلام كتير هنتكلموا عن هذه الرياضة وعن الإنجازات اللي بتتحقق فيها، ولا سيما في الفترة الأخيرة، مع ضيفنا اللي منورنا كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. صباح الفل يا فندم، أهلا بحضرتك معانا. صباح الخير. صباح الهنا يا كابتن ويا دكتور، وسعداء بوجودك. وقبل أي حاجة خلينا نتكلم شوية عن الكاراتيه كرياضة عندنا، وبعد كده نخش على تفصيلة الاتحاد. حضرتك بتشوف التطوير ملحوظ دلوقتي في الخطوات والسنوات الحالية خلينا نقول بشكل كبير، ولا لسه الاتحاد محتاج؟ وطبعا حضرتك رئيس الاتحاد يعني هيبقى أكتر واحد يقدر يكلمنا بالتفاصيل أكتر والكواليس، لسه محتاج شغل، لسه محتاج إمكانيات، خلينا نعرف منك. هو طبعا الحمد لله رب العالمين، يمكن في الفترات الأخيرة والخمس سنوات الأخيرة بالذات الكاراتيه انتشر كبير جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه في جميع محافظات مصر. مفيش محافظه النهارده من اول جنوب سيناء لحد اسوان ما فيهاش كاراتيه، وما فيش مركز شباب او نادي ما فيهوش كاراتيه. الحمد لله لعبه شعبيه ومعروفه كمان. يمكن احنا وسعنا القاعده ان احنا عملنا بطولات جمهوريه في جميع محافظات مصر من اول اسوان لحد شرم الشيخ، عملنا فيها ايضا بطولات. العريش عملنا فيها بطولات، فاصبح انها حتى الوادي الجديد كمان اصبح النهارده الاعداد تضاعفت جدا، وصل عدد المسجلين عندي في مصر 1,000,000 لاعب كاراتيه. مفيش رياضه في العالم فيها العدد ده، فالحمد لله رب العالمين ده انجاز كبير يحسب الاتحاد المصري الكاراتيه. كان الهدف الاساسي لنا ان احنا نوسع القاعده،
بعد كده دخلنا في موضوع ان احنا بنعد للاولمبيات مره واثنين، اولمبيات الشباب في 2018، اولمبيات الكبار لطوكيو 2020، فكنا بنساعد على ان احنا نحاول بقدر الامكان نشترك في الرانك العالمي اللي هو البريمير ليج او السيريس ايه اللي هو الدوري العالمي عشان نخلي اولادنا كلهم متاهلين. ويمكن الدوله الوحيده في العالم بخلاف الدوله صاحبه الارض اللي هي اليابان في الاولمبيات، كان عندنا 5 لاعبين مؤهلين للاولمبيات اتاهلوا فعلا من الكاراتيه. يمكن كانت طفره كبيره جدا للاتحاد المصري للكاراتيه، بس خساره ان شالوا يعني الكاراتيه من الدوره الاولمبيه اللي جايه، تم استبعاد الرياضه دي ليه بالمناسبه؟ هي ناحيه سياسيه بالنسبه للمفروض كان يتم في فرنسا في باريس اللي جاي ده الكاراتيه يبقى موجود، لكن هم شالوا الكاراتيه وحطوا 4 ألعاب هم بينافسوا فيهم، لان الكاراتيه مش هيجيبوا فيهم الميداليه المتوقعه زي مصر مثلا. هو اول مره تم ادراج الكاراتيه فيها كانت في طوكيو صح كده ولا لا؟ في طوكيو بالنسبه للكبار، و2018 في الشباب والناشئين كانت موجوده واشتركنا فيها وخدنا ميداليه برضو ذهبيه في الشباب والناشئين 2018 للاعيبه ياسمين نصر الجويلي، خدت ذهبيه ودي كانت اول مره نجيب ذهبيه او اول مره اولمبياد برضو نجيب ذهبيه. فطبعا الكاراتيه المصري النهارده هو يعتبر على مستوى العالم رقم واحد على مستوى العالم بعد اليابان طبعا، فمعنى ان احنا نجيب في الاولمبياد ذهبيه وبرونزيه في حاجه اليابان. احنا بالظبط احنا بننافس في الكوميتيه رقم واحد، اليابان هي في الكاتا هي اللي رقم واحد، احنا في الكوميتيه رقم واحد، فعشان كده ترتيبنا دايما في بطوله العالم للكبار. والله وحشنا انا وهند وحضرنا انا وانت مصر تتفوق على اليابان في الرياضه. في الكبار احنا رقم اثنين. لا بس صعبه يعني، احنا عايزين نقف هنا شويه برضو كابتن محمد، ده مش خبر يعدي كده، صعبه يعني. اليابان الاشهر والاكبر والاكثر تاريخا كمان يعني حصولا ورانكينجز في هذه الرياضه، ازاي؟ وطبعا احنا في الفترات الاخيره كلها اشتركنا في اجنده الاتحاد الدولي في جميع بطولات الاتحاد الدولي، البريمير ليج او سيريس ايه اللي هو بيعد اللاعب يكون قوي او يكون بطل بمعنى صح. البريمير ليج ده الميزه اللي فيه ان هو اعلى 32 لاعب في كل ميزان، يعني ابطال العالم بالكامل موجودين، فمعنى ان انا اوصل في الخمس موازين كوميتيه لثلاث لعيبه رانكهم الاول على العالم في كوميتيه، فده معناه ان كل دول العالم بتنافس على وزن اثنين بس، ومصر محتكره 3 موازين. في الكوميتيه البنات عندنا رقم 2 على مستوى العالم 3 موازين ايضا، فمعناها دول العالم بتنافس على ميزانيه 2، فده معناه احنا وصلنا فعلا للقمه بالنسبه للرانك. يكفينا فخر الاتحاد الدولي بيحط دايما على السايد بتاعه ان مصر مصنفه رقم 1، ده في حد ذاته انجاز كبير للاتحاد المصري للكاراتيه. طبعا اكيد. ده كان فين يا فندم ده؟ ده اللي هي البطوله الاخيره اللي هي دي بطوله العالم، دي بطوله العالم دي لا دي في باريس اللي هي بطوله البريمير ليج الاخيره. وده يوسف بدأ بطل العالم اساسا، اللي خدنا فيها 5 ميداليات، اللي خدنا فيها 5. ده يوسف ده واخد اول عالم في بطوله العالم في شهر اكتوبر الماضي في بودابست في المجر، هنا بيضرب بطل اليابان اهو. فاز على بطل اليابان وحقق الميداليه. لا واضح انه لازم يبقى بطل الحقيقه. طيب ايه البطولات القاريه والعالميه برضو اللي احنا بنستعد ليها كابتن؟ طبعا احنا عندنا اجنده دوليه السنه دي كبيره جدا، ويمكن برضو لفتنا نظر الاتحاد الدولي ان مصر بقادره على استضافه البطولات، بقى لنا 3 سنين دلوقتي بنعمل بطوله البريمير ليج عندنا في مصر. السنه اللي فاتت كانت في يناير، السنه دي ان شاء الله في ابريل القادم في القاهره بطوله البريمير ليج اللي هي فيها ابطال العالم بالكامل، هتكون في القاهره باذن الله تعالى. دي اول مره تحصل؟ لا دي ثالث مره تبقى في القاهره ان شاء الله في 2025 برضو موجوده في القاهره، بخلاف بطوله العالم 2025 في مصر. هايل. بطوله العالم ما جاتش، ما كانش بيحصل ده. بطوله العالم ما جاتش مصر من عام 88، فمعنى الاتحاد الدولي الثقه الكبيره في مصر ان هو يعملها في مصر في 2025، يعني بعد 38 سنه قدرنا نرجع بطوله العالم في مصر. كويس. فده انجاز كبير يحسم للدوله. في بعض الاحيان يا فندم بيبقى لنا لقاءات مع رؤساء اتحادات رياضيه مختلفه، وساعات بيبقوا بيتكلموا عن ان هم عندهم مشاكل متعلقه بنقص التمويل ونقص الدعم المطلوب عشان يقدر الاتحاد يعني يعمل الشغل المتوقع منه او المنتظر منه. هل حضراتكم عندكم مشكله في هذا الاطار ولا انتم موجودين؟ هو الحمد لله رب العالمين، يمكن الانتشار اللي احنا عملناه في لعبه الكاراتيه وزياده القاعده العريضه اصبح عندنا الحمد لله الناحيه العمليه كويسه ومعقوله، بنقدر نشارك في جميع البطولات على نفقه الاتحاد المصري للكاراتيه، وبكل امانه يعني يكفي دعم الدوله المعنوي ودعم الدوله المادي في المعسكرات اللي بتتعمل. وطبعا مقابله فخامه الرئيس للاعيبه الابطال ما كانش بيحصل في الالعاب الفرديه، فده ساعد على ان اللعيبه كلها لازم تكون ابطال، فاحنا بيهمنا بالدرجه الاولى ان احنا اللاعب يطلع يتوج يرفع علم مصر، ويتم اتصال من معالي وزير الشباب رياضه باللاعب وقت التتويج، ويكرم يهني رئيس البعثه يهني اللاعبين، فده في حد ذاته دعم كبير من الدوله ما كانش بيتم في الالعاب الفرديه. كابتن محمد، الدعم المعنوي على راسنا،
بس اللي بيفرق هو الدعم المادي. الدعم المادي هنا سواء جاي من الوزاره فهسميه الدعم المادي الوزاري، او الدعم المادي كسبونسرز وعقود واللي اسمها ايه؟ رعاه. اخبارهم ايه؟ وطبعا كان في رعاه للاعبين لما كانت اللعبه لسه في الاولمبياد. بعد الاولمبياد طبعا من الكاراتيه شام الاولمبياد اصبح ما فيش رعاه للاعبين الابطال اللي عندي، واحنا لعبه فرديه اساسا. يعني هي السنه اللي سنتين قبل الاولمبياد كاستعداد بالظبط. لكن بعد الاولمبياد طبعا العمليه بقت صعبه، لان اتجاههم دلوقتي لكل الالعاب اللي بتؤهل اولمبيا، فبيدعموا الابطال اللي هم هيؤهلوا اولمبيا دلوقتي. لكن الالعاب الفرديه برضو ما زالت لسه موضوع الرعاه. الكاراتيه من الالعاب اللي كتير جدا من الاهالي اللي عندهم اطفال صغيرين لسه في مراحل سنيه مبكره وبيخلوهم يبتدوا يمارسوا الرياضه، عاده مش بيطلعوا بره السباحه والجمباز والكاراتيه. تمام. فاكيد نتج عن ده ان في قاعده يعني عريضه جدا للاعمار الصغيره. انا بتتعاملوا معاهم ازاي وبتجهزوهم للمستقبل ازاي؟ عندنا بطولات الجمهوريه، في بطوله تنشيطيه وبطوله جمهوريه رسميه. التنشيطيه بنبداها من 5 سنين عشان نشجع اولادنا ان هم ياخدوا ميداليه وشهاده ويبداوا يلعبوا بطولات. طب. بطولات الجمهورية الرسمية من 8 سنين دلوقتي و10 سنين، ده بنعد بيه المنتخبات اللي هي البراعم أساسا والأشبال، وبعد كده بندخل على منتخب الناشئين والشباب. عندنا أكبر قاعدة عريضة هي مصر في الكاراتيه بالنسبة للناشئين والشباب، وخصوصا إحنا خدنا أول عالم ناشئين والشباب. مش تاني بقى عالم، أول عالم ناشئين والشباب. ما شاء الله. عندنا دوري عالمي اسمه اليوث ليج للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في الفجيرة في دبي بعد أسبوعين اتنين. مش هتتخيل حضرتك ان اول مره في التاريخ واكبر دوله اشتركت في الدوري ده هي مصر بعدد 280 لاعب. ما شاء الله. 280 لاعب بعد اسبوعين هيكونوا موجودين في دبي بيلعبوا الدوري العالمي، عشان حاجه واحده، يبقى عندي لعيبه مصنفه على اجنده الاتحاد الدولي استعدادا لبطوله العالم السنه دي ال20 برضه 24 موجود بطولة العالم ناشئين والشباب، واستعدادا ايضا لاولمبيات الشباب في 26 مصر مشتركه فيها. فبدانا من السنه دي من اول بطوله فيها رانك ان احنا نعد اولادنا، فعندي 280 لاعب طالعين ان شاء الله في الدوري العالمي اللي هو اليوث ليج في دبي. هايل. طيب برضو يعني ساعات وما اعتقدش ان الكلام ده ينطبق على الكاراتيه باي حال من الاحوال، بس ساعات بيبقى في رياضات معينه بتعاني من نقص المواهب، فبالتالي قائمين على الاتحاد المعني بيلجأوا لي ان هم يبقى عندهم كشافين او بصاصين انجاز التعبير، يدخلوا في القرى والكفور والنجوع ويدخلوا المدارس في المراحل التعليميه المختلفه لاستقطاب مواهب واعده. انتوا مش محتاجين تعملوا كده ولا بتعملوا كده؟ من القاعده عندنا كبيره، فاحنا بنعمل بطولات مستمره طول السنه، يمكن بعمل 3 أيام في الاسبوع بطوله لعمر معين في 8 محافظات في وقت واحد لكثره العدد اللي موجود عندي. فده بيساعد على خلق مواهب جديده واستكشاف فعلا ابطال جداد. ويمكن احنا سبب نجاحنا دلوقتي ان احنا عاملين منتخب طول السنه قائم ناشئين وشباب وتحت 21 وكبار، يعني 4 منتخبات قائمه طول السنه في معسكرات دائمه واحتكاك دولي خارجي واحتكاك داخلي. السنه دي بالذات عملنا حاجه اسمها اشبال اللي هم تحت الشباب تحت الناشئين، عشان خاطر نقدر يكملوا المسيره بعد كده ويبداوا يدخلوا في الناشئين وابطال على طول. فالحمد لله رب العالمين كثره عدد البطولات ده ساعد على اكتشاف المواهب الجديده. يكفينا فخر ان اقول انا كان عندي اول عالم في الناشئين الشباب السنه اللي فاتت من السويق من اسماعيليه، عندي اول عالم من هيهيه من قلب الزقازيق، عندي اول عالم من المنوفيه، عندي من اسكندريه عن خلاف القاهره، يعني خلاف الانديه الكبيره في من المحافظات الصغرى، عندي بطل افريقيا النهارده من الغردقه، عندي بطل من المنيا، عندي بطل من الاقصر، فكل محافظات مصر اصبح فيها ابطال وليس ممارسه الكاراتيه بس. ده برضه بسبب السفريات والاحتكاك الخارجي اللي احنا بنعمله لابطالنا. طب هل موضوع هنا او مشروع البطل الاولمبي هل هو برضه يعني ساعد في اكتشاف مواهب في اماكن بقى ومحافظات مختلفه، ونرجع نقول اللي هم اقل حظا يعني للفئات الاقل حظا او الشباب؟ طبعا احنا ما بنسيبش اولادنا خالص وعاملين اكتشاف. بمعنى ايه؟ انا عندي خلاف المنتخبات اللي انا عاملها دي، المنتخب الاول عامل منتخب به تاني اللي هو بعد الثمانيه الاوائل، عامل اصلا في كل محافظه منتخب للبراعم نفسهم. عشان في كل محافظه يعني في 27 محافظه في منتخب كاتا وكوميتيه للبراعم عشان يقدروا يستمروا ويقدروا يكملوا المسيره ويقدروا ينافسوا اللعيبه ابطال الجمهوريه. بس المنتخب ده حضرتك بتقول منتخب ده جاي من انديه فين؟ ده جاي من بطولات القطاع اللي بنعملها ل5 محافظات على بعض، نطلع الثمانيه الاوائل منهم، الثمانيه الاوائل دول في كل ميزان، هو ده اللي بنعمله منتخب تاني للمحافظات كلها. بطولات القطاع المتنافسين فيها او المشاركين فيها لازم يكونوا بيلعبوا بشكل نظامي وتابعين لانديه بعينها ولا مش بالضروره؟
لا متابعين الانديه ومراكز الشباب طبيعي، بس هي بطوله جمهوريه بناخد الثمانيه الاول في المنتخب الاول، بناخد الثمانيه اللي بعدهم بندخلهم في منتخب للقطاع لوحده، يعني زي بنعد مدربين جدد للمنتخبات وبنعد ناشئين يقدروا يكملوا ويكتشف فيهم مواهب. ممكن واحد وفوش الحظ ان هو يدخل ياخد اول جمهوريه او ثاني او ثالث فما دخلش المنتخب الاول، بيدخل بعد كده في دور ال 16، في ال 16 ده بنعمله منتخب داخل محافظته، ونبعت له مدربين من خارج المحافظه يشتغلوا معاهم ويرفعوا مستواهم وينقلوا خبرتهم لهم. مراكز الشباب داخله في الحسبه؟ لان في بعض الاحيان بتبقى في ناس اسر معينه ما عندهاش القدرات والامكانيات الماديه اللي تخلي ابنهم يلعب بشكل مظبوط في نادي، فبيبقى بالنسبه لهم يعني الملجا والملاذ الوحيد في الحاله دي مثلا ساحه شعبيه، مركز شباب، داخلين في الحسبان؟ عندنا اول عالم من مركز شباب في المنوفيه. عندنا البطله الاولمبيه في اولمبيات الشباب ياسمين نصر جويلي من مركز شباب الحجنايه، عندنا البطله الاولمبيه الكبيره في ريال اشرف كانت من مركز شباب الاندلس، هي راحت نادي الجيش بعد كده المؤسسه العسكريه بعد الاولمبيات، لكن هي واخده الميداليه الاولمبيه وهي بطله من مركز شباب، فمراكز الشباب بتطلع علينا فعلا ابطال على مستوى العالم، مش صدفه، لا لان هم اكثر تحمل واكثر جديه وهم عايزين يحققوا ذاتهم باكثر طبعا من الاولاد الثانيه. طيب كابتن محمد دلوقتي بيجري والفقره خلاص بتنتهي، بس لازم اسال حضرتك السؤال ده لان انا وكريم كتير طرحنا النقطه دي وملهاش اجابه، يعني ازاي الرياضي المصري والبطل المصري باقل الامكانيات مقارنه بالدول الاخرى، وعلى فكره مش الدول الاوروبيه بس حتى الدول العربيه في الحقيقه حقيقه اللي ما عندهمش سبونسرز تحديدا يعني بيكون اقل امكانياته، لكن لا يقل مهاره على دول يعني كبرى في رياضات مختلفه ومنها الكاراتيه. لو احنا هنتكلم مش على المستوى الاولمبي، حتى احنا في الاولمبيات اللي فاتت في طوكيو شفنا اداء رائع بالرغم من كل شيء، يعني حتى لو كانت سنه وحيده يعني او دوره وحيده، بس في يعني تنافس في مستوى متقارب رغم ان ده يا حرام ما عندوش امكانيات تقريبا او قليله جدا وده مصروف عليه ومن الايه يعني من اي تو زي ما بيتقال اهتمام يعني ثقافه تانية، ده تفسيره ايه ده؟ هو طبعا احنا عندنا برضو الشريحه بتاعه ابطال المنتخب اللي موجودين عندنا هم كلهم مثقفين كلهم كليات قمه، يعني 90% منهم كليات القمه في طب وهندسه وصيدله، فهم عندهم تفتح شويه وعايزين يثبتوا وجودهم ونجاحهم بالنسبه للاتحاد الدولي لانهم ذاقوا طعم البطوله فحسوا قد ايه الدوله بتقدرهم، بيقابلوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الشباب والرياضه بيقابلهم. احنا بنروح اي دوله النهارده في بطوله بره الوزاره بتبلغ السفاره هناك معالي السفير بيجي يقعد معانا في النهائيات، ده الطبيعي على فكره، فده في حد ذاته لا ما كانش بيحصل قبل كده. فده في حد ذاته ادى دفع للالعاب الفرديه ومن ضمنها الكاراتيه، فبالتالي اللاعب كل مره عايز يجيب ميداليه احسن، عايز يجيب ميداليه اعلى عشان خاطر بالنسبه على الساحه الدوليه يبقى اسمه رقم واحد على مستوى العالم. الدكتور ده ما كانش بيحصل قبل كده؟ لا ما كانش بيحصل قبل كده. بنتندر من شويه لو الهوندا عليه عشان كده حتى انا ابتسمت وحضرتك بتجاوب، لان كنا بنتكلم ان في كتير جدا من الاحيان بنلاقي عندنا ابطال راجعين وحاصلين على ميداليات ذهبيه في بطولات عالميه او قاريه ومحدش بيستناهم في المطار، ده الموضوع ابعد من كده، ده محدش بيستناهم حتى في الدوله اللي هم مسافرين يلعبوا فيها. لا احنا النهارده في البطوله اللي فاتت فعلا معالي وزير الشباب اتصل بينا فعلا عشان يهني الاولاد بالفوز وعشان يهني برضو رئيس البعثه اللي موجود، هو كان لاعب سابق للكاراتيه، هو كان لاعب سابق للكاراتيه الحمد لله رب العالمين برضو، ده من حسن حظ اتحاد الكاراتيه، من حسن حظنا طبعا يعني. لا هو فعلا يمكن زي ما سمعت انا في الفقره عندكم من شويه، هو فعلا وزير ناشط ومتواجد مع كل الالعاب مش مع الكاراتيه بس، متواجد مع كل الالعاب، فبيحب فعلا يكرم اي حد يجيب انجاز في ساعتها وبينزل التهنئه على مواقع الوزاره، غير ان هو بيقابل في المطار برضو اللعيبه يستقبلهم وبيكرم اللعيبه بصفه مستمره، يعني ده في حد ذاته دفعه معنويه كبيره للابطال. كابتن محمد عايزه اسال حضرتك سؤال وتجاوبني بمنتهى الصراحه. بصراحه. اوكي. احنا الجهاز الفني بتاعنا للمنتخب بيضم مين؟ لا الجهاز الفني بتاعنا على اعلى مستوى. طيب يعني هل عندنا اخصائي نفسي، اخصائي تغذيه؟ عندنا اخصائي تغذيه بدني، اخصائي نفسي وبدني معد بدني، وعندنا طبيب موجود. مين الاخصائي النفسي يا فندم؟ عندنا الدكتور موجود اسمه الاسم بتاعه موجود دكتور يعني نفسي، موجود دكتور تغذيه، وموجود بدني للناشئين، موجود بدني للشباب، وموجود بدني للكبار، جهاز كامل على مستوى. مش عايز اقول ان احنا الاجهزه اللي موجوده عندنا، احنا كل سنه بنصدر مدرب بره المنتخبات العربيه، عندنا مدرب منتخب الاردن مصري،
مدرب منتخب السعوديه مصري، مدرب منتخب المغرب مصري، مدرب منتخب تشيلي مصري، واحنا منتخبنا مدربه مصري. عمرنا ما اعتمدنا على خبرات اجنبيه، بقالنا 50 سنه مصري. اوكي، قبل كده كان ممكن، كان في اجنبي في الاول اول ما الكاراتيه بدا، لكن بعد كده كله مصري. ملف الكاراتيه المصري من الملفات المضيئه الحقيقه، وانتم يعني عاملين شغل ممتاز، وبطبيعه الحال من المنطقي جدا ان تكون النهايه دايما مفرحه وسعيده وانجازات زي اللي احنا بنفندها وبنذكرها كل المشاهدين. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا. احنا اللي بنشكر. شكرا ليك يا كابتن محمد، جدا نورتنا. ونرجع نكمل حديثنا مع حضراتكم، خليكم معنا. طيب، احنا الايام اللي فاتت اكيد زي ما حضراتكم متابعين كان الكلام كله عن المنتخب وخروجه، هقول الصادم الحقيقه يعني، من دور ال 16، لكن التداعيات لسه والملف ده لسه مفتوح وعندنا كلام كتير جدا، ومش هنقفل بصراحه الملف زي كل سنه ونقول خلاص ان شاء الله اللي جاي احسن، من غير ما نفهم اللي جاي هيبقى احسن ازاي. مفهمونا، عايزين كإعلام وكجماهير نفهم بقى إن شاء الله. عندنا كمان استعدادات لدوري أبطال إفريقيا، وفترة أكيد هتكون مهمة جدا. خلينا كل ده نناقشه مع كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير. أهلا وسهلا بك يا نواند، وأهلا بأستاذ. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. الله يخليك. خروج منتخبنا كان صادم في المجمل، لكن ودي كلمة حق لازم تتقال، في ناس كتير ما كانتش مصدومة، بالعكس كانت متوقعة إن دي النهاية والنتيجة الطبيعية في ضوء اللي شافوه في أول مشاركة لمنتخبنا في النسخة دي من البطولة. حضرتك كنت من أنهي فئة من الاثنين؟ لا، هو أنا يعني متفائل دايما بالمنتخب المصري، لأنه أنت واخد 7 بطولات إفريقية، أنت في الدورة اللي فاتت أنت واصل نهائي، الدورة اللي قبليها برضو في مع الكاميرون واصل نهائي، يعني مرتين وخرجت في آخر 3 دورات واخد 7 بطولات. فأنت عامة بتاريخ مصر انت تملي من الفرق المرشحة زي الجزائر، زي المغرب، اخيرا طبعا في السنوات الاخيرة السنغال، الكاميرون بتاريخها الكبير طبعا. اي بطولة كبيرة في فرق كده بتبقى مرشحة حتى لو ظروفها مش مظبوطة. انا اللي صدمني الاداء خلال البطولة نفسها في الاربع مباريات على مستوى المحترفين والمحليين، كله باستثناء مصطفى محمد. والله لسه قايله كده. صحيح، الاستثناء الوحيد اللي تحسي انه في الاربع مباريات ادى ما عليه بالظبط هو مصطفى محمد تقريبا يعني. في ناس ظهرت ممكن نص ساعه في الاربع ماتشات، شوط في الاربع ماتشات، وفي ناس طول الدوره في كل الماتشات ادائها خارج. ده نتيجه تراخي ولا نتيجه ان في بعض المراكز اللعيبه اتغيرت؟ يعني في حد مميز في مركز بعينه فبيتوريا يعني شاله من المركز ده وحطه في مركز تاني؟ لا، انا يعني في تحليلي للاربع مباريات انا احساسي هو ده، ما طبعا مش طبيعي، مش هو ده اكيد اللي حصل، بس انا بقول لك اللي انا شفته وقيمت عليه، ان فيتوريا تحضيره للمباريات والبطوله كان سيء جدا في كل حاجه. سيء جدا في 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 هنقول بنسبه مثلا 85%، واختار اختيارات اي مدير فني كان جه كان هيختارها، كان ممكن تختلف في 3 أو 4 لاعبين في ال 27 او 5 اللي خدهم، لكن في اماكن في الملعب ما عملش حسابها كويس. يعني انت تيجي مثلا وسط الملعب، لما تيجي تشوف انت بتلعب 4-3-3، يعني بتلعب بواحد بس ارتكاز واثنين تمانيات، لما تيجي تشوف عدد اللي هم بيلعبوا في مركز 8 اللي يقدر يكمل بهم بطوله كبيره زي دي، ما انت المفروض مصر وزي ما قلت لك الفرق الكبيره رسمه ان هي توصل للنهائي طبعا. اثناء البطوله صعب جدا اللي ابتديت بيه هو اللي ينهي، صعب جدا. بتلاقي طرد في مباريات، لا قدر الله اصابات زي ما حصل مع الشناوي وصلاح، واحد انت حاطه ان هو اساسي رحت اداؤه سيء، واحد تاني لعب هو اللي بلغه القدم ركب، هو اللي لعب وهو اللي كمل، ففي متغيرات، فعمرك ما هتكمل بال 11 اللي انت ابتديت بيهم للاخر. اذا انت لازم تعمل حسابك على الناس في المراكز. لما جه امام عاشور اتصف في اخر مباراه، انا حسيت انه هو محتار، انه ابتدى ب النني ومروان وحمدي ماشي، لما جه حتى يغير ما عندوش حل يغير بيه. لاعب محمود حماده اللي هو في مركز اصلا 6، ومهند لاشين اللي هو في مركز 6،
ومفيش حد من اللعيبه اللي تقدر توصل لان نص الملعب ده هو اللي بيقولوا ايه، هو اللي بيعمل لك الاستحواذ، هو اللي بيعمل لك بناء الهجمات، هو اللي بيربط بين الدفاع والهجوم. لازم وسط الملعب ده يبقى توليفته قويه جدا طبعا، فما عندكش حلول. ادي دي مثلا من الغلطات. حسيت انه الظاهرين هو مش مرتب مين فيهم اللي يلعب ومين اللي يلعبش، مره يلعب محمد حمدي وبعدين تحس ان هو مش مقتنع يروح ملاعب فتوح، يلاعب فتوح يروح مقعده مش مقتنع، بعدين يرجع يلاعب فتوح محتار، نفس الشيء ناحيه هاني وعمر كمال، انت مش عارف له هو عايز يلاعب ده ولا عايز يلاعب ده. فحاجات كتيره جدا. مثلا لما تيجي لا الخط الامامي يمكن هو كان اكتر خط مستقر، كان معروف عندنا انه عندنا برضو مشكله كانت في الدفاع، احنا في وقت من الاوقات تقريبا كل هجمه علينا يا بجول يا ما هو يا بهجمه خطر يعني. ما هو نتيجه الخلل اللي انا بقوله لك ده. انت بتتكلم على ثلاثي وسط الملعب والظاهرين، يعني تقريبا الحزام كله بتاع نص الملعب، لان الظاهرين متقدمين بيضموا لنص الملعب، فهم اللي مسيطرين على مع الثلاثه اللي في النص. فانت عندك كانت مشاكل كبيره جدا، تحس ان هو مش محضر لها. انا بقول لك احساسي، اكيد هو كان محضر لها من وجهه نظره، بس احنا ما خدناش بالنا او حاجه. لا يعني ما هو احنا كل يعني انا بهزر. اصل لا يعني عارف هي بتهزر ليه؟ لان احنا تقريبا نكاد نكون ما شفناش جمله واحده على بعضها عليها دي جمله فنيه حلوه، ما شفناش يعني طريقه نقدر نستنتج ان هو علمها للعيبه او ان هو وجههم بيها، ما شفناش اسلوب لعب، ما شفناش حاجه تقريبا. ماشي، فانا قلت لك هو على المستوى الاختيارات والافراد واللقلقه او الذبذبه اللي كانت عنده انه مش عارف يلاعب مين وما يلعبش مين، يعني مره يلاعب زيزو والنني في سته وزيزو في نص الملعب وحمدي وقعد امام، يرجع تاني يلاعب امام ومروان والنني، مره انا حاسس هو ايه رايح محتار. ادي واحده. والحاجه الثانيه انت وضحتها دلوقتي، كان عنده قبلها مساحه وقت كافيه انه يعرف كل حاجه ويتعرف على كل امكانيات اللعيبه وقوتهم وفعاليتهم بتكون في انهي مراكز اكتر. ليه اتفاجئ هناك؟ خد فتره كافيه جدا، وكان لعب 6-7 ماتشات وديه ولعب له 5-6 ماتشات رسميه، لا خد فتره كافيه. طب نيجي بقى في طريقه اللعب زي ما انت دلوقتي كنت بتفضل وتقول، برضه محتار وطريقه اللعب واسلوب اللعب. اسلوب اللعب يعني في ناس تميل مثلا حتى في الفتره اللي احنا بنشوفها مايله مثلا لنظام دفاعي وبيلعب على هجمات مرتده. دي مش واضحه عندك، انت ما عملتش كده. طيب بيهاجم والفرقه بتطلع كتله واحده والخطوط متقاربه زي فرق معينه مثلا زي الراس الاخضر زي وده برضو ما انت برضو مش موجود. انت لا انت عارف انت بتهاجم مظبوط ولا بتدافع مظبوط، فانت متفكك في كل خطوطك، تلاقي الوصول زي ما انت قلت في ناحيه الطرفين مخترقين في معظم الماتشات الباك اليمين والشمال، وده برضو بسبب نص الملعب. الوصول لعمق الملعب لحجازي ومحمد عبد المنعم كان سهل جدا. متلخبطه. فانت تحس، انا بقول لك ايه، على مدار البطوله انك انت ممكن في فرق بتبدا تدريجي يعني. تدريجي يعني ممكن ماتش موزمبيق ماشي، وانا يمكن جيت معاكم حلقه وقلت لكم مش مشكله الماتش الاولاني، انه ممكن الاداء يرتفع ويتحسن تدريجيا يعني. تدريجيا ده في حال وجود فكر ونيه مسبقه. لكن هي في خلال البطوله كلها ما وضحتش، باستثناء حاجات اجتهاديه من اللعيبه لما يحسوا ان في جه جون فيهم تحس شويه حماس، جه ونتعادل في ماتش راس الاخضر او في ماتش غير يعني ربع ساعه ولا ساعه، ده مش اداء مستقر للمنتخب. فانا عشان كده ما فيش شك بحمل ان مستر فيتوريا العامل الاكبر في عدم تجهيزه للفرقه وتجهيزه في فكره في تغييراته والاماكن والمراكز وطريقه اللعب واسلوب اللعب واحد. ثانيا طبعا لا نغفل دور اللعيبه، لانه برضو ما انا مهما انا كنت مدرب كويس او حتى يعني جيد مش ممتاز، انت دورك يعني فين كلاعب؟ معلش ايوه طبعا. يعني المنتخب ساحل العاج
صحيح الجماهير اديته دفعه غير عاديه لانه ما كانش هيخش ودخل على اخر مباراه لما المغرب كسب زامبيا فهو دخل ثالث، ولكن تحس بقى اللعيبه في مباراه السنغال لما ابتدوا يخشوا دور ال 16 وامس في مباراه او اول امس في مباراه اللي كسبوها الاخيره اللي هي كانوا بيلعبوا سهل عكب بتلعب مالي روح غير طبيعيه رغم المدير الفني مشي وبيكملوا بالمساعد. ده مش عايز اقول ده يعني فكر في المساعد خلى طريقه اللعب تتغير في يوم وليله لا هو تحمل مسؤوليه غير طبيعيه من اللاعبين لان هم حسوا ان كانوا بره البطوله ورجعوا مع طبعا هم ظروفهم انه البطوله في ملعبهم الجماهير مديهم دفعه جامده جدا يعني قويه جدا فتحس ان هم فرقه مش كبيره قوي مش وحشه طبعا مش سيئه بس بتستقل لكن ايوه عملوا كل اللعيبه بقى كفرديا عاملين اقصى ما يقدروا يعملوه وعدوا السنغال وعدوا مالي وفرقتين الاثنين كويسين جدا ومرشحين الناس كانت بتقول لك السنغال من المرشحين يعني ما هو من ظروف السنغال السيئه انه لاعب ساحل العاج بعد ما كان خارج من البطوله لان لما هو كان شبه خرج خلاص من البطوله والناس عيطت وسابوا المدرب وراح وخلوا المدرب يعني ادوا اقاله خلاص هم بره البطوله لما رجعوا كان اول ماتش السنغال فكانوا بيلعبوا بروح غير طبيعيه فبرضه من حظوظ السنغال السيئه ان الماتش جه وانتهى تعادل وحصل ضربات جزاء فاللعيبه برضه ليها دور طبعاً يعني المدير الفني يتحمل الجزء الاكبر لكن اللعيبه لانه معظمهم ما كانش في الحاله الجيده بتاعته. طيب سؤال اللي حصل بقى طبعا نشوف احنا في ايه دلوقتي. اللي انا اعرفه حسب المعلومات ان في اجتماع النهارده عشان حسم ملف فيتوريا، انت المطلب الجماهيري المطلب الاساسي ان رحيلك. طب هل انا اصلا اقدر امشيه ولا الموضوع لازم يكون في تنازل من ناحيته؟ وهو حسب برضو المعلومات ان هو لن يتنازل عن حقه المادي، وفي نفس الوقت هو انا بدور دلوقتي على حل الازمه اللي انا حطيت نفسي فيها عشان ارجع احط نفسي في ازمه تانية ولا ايه الوضع؟ انا ليه غير موفق؟ سؤالي اهو صح ولا ايه؟ عشان نلحق نكسب وقت ونحط نفسنا في ازمه. انا ليه غير موفق في اختياراتي لمنتخب مصر كالمديرين الفنيين بتوعه؟ بجد والله نفسي حد يجاوبني. وبنود التعاقد دايما بتبقى ضدنا مش في صالحنا. يعني في ايه؟ بس يعني سيبك من طبعا الاختيار لازم يكون سليم، لكن هنقول ان في مدرب كويس ويجي مش موفق مع الفرقه ماشي. طب بنود التعاقد كل مره نتحط في نفس الظروف. صحيح. مصر كبيره ومديرين فنيين كتير جدا يتمنوا تدريب مصر. المنتخب صحيح. المصري طبعا. انا بحس ان احنا واحنا رايحين نتعاقد مع مدير فني لو النبي تعالوا مرنونا بنستجديه وبنلبي له كل طلباته يعني بكل بساطة وكأنه هو اللي هو اللي رابطنا مش احنا. طب اللي ليه ده حاصل؟ ليه ده بيتعمل ليه؟ محيرة. المسؤولين هم اللي على فكرة كيروش كان جيد يا كابتن او غير اتحاد الكورة. ايه؟ انا شايفة كيروش كان جيد مش قوي برضه بغض النظر سي في قوي وصلك لنهائيات طبعا وكان لو خد او كمل كان ممكن ان هو يعمل شغل مختلف بس هو برضه بس طب لا هو ما كانش وحش يعني يعني على الاقل وما كانش الفرقة كويس. هو برضه النقطه هو عارف ان هوندا حاسس بده كده او حاسه بكده ليه؟ عشان شكلك كده بشكل ضمني قارنتي بينه وبين فيتوريا. ايوه المقارنه لصالحه مفيش مقارنه اي حد هتقارنيه هيبقى انا واحد بيحس بقيمه القديم لما ما يلاقيش مع الجديد حاجه لا ما انا مع كريم زي هو الفكره في ايه؟ الناس لما بتشوف حاجه أسوأ فلو كان في سيء فهي بتقول يا ده كان أرحب. لكن انت لما ترجع لفتره كروش برضو الناس كانت معترضه في لعيبه هم كده كان الناس هتعترض بس كان في تطوير للعيبه وصلك لو شافوا ما يرضيهم مش هيعترضوا سي في قوي ما هو اي طالما بتشتغلي في عمل يعني في جماهيريه او عمل عام بصفه طبعا. عامه هيحصل بعض بس بيبان الاغلبيه رايحه فين يعني حتى مع كروش ما تحسيش الاغلبيه كان في ناس راضيه عنه لكن برضه تحسي مش الاغلبيه كانت راضيه عنه
هو ما فيش حد، اي ناس هترضى عنها كلها يعني. لا بس برضه كيروش كان ليه ماتشات وبرضه. انا مش بتكلم على نسبه، انا مش بتكلم على نسبه صغيره. ما هو انا عندي مثلا نسبه 100%. كابتن الجوهر اتحارب، حسن شحاته اتحارب، يعني لا معلش اتحارب في فتره ايوه، لكن الناس مقتنعه ان هو كويس بعد ما حقق النتائج. لا ما لا ما حسن شحاته اتحارب، في ناس ما كانتش راضيه قبل ما يمسك 2006. صحيح. لما مسك وخد 2006 كل الشعب المصري كان معاه. هو ده اللي انا بقوله بالظبط، او نسبه كبيره. هنفترض لو في 5% مش عايزين، الانتقادات كده كده بتوجه يعني. ماشي الانتقادات بتوجه، بس في نسب، في في انا مثلا انا هفترض النسبه اللي هي واحد يعني اللي هي 100%، انا ممكن 90% او 80% معايا و20% معترضين. طب تعالى نقارن كيروش بفيتوريا، بتشوف هنا قد ايه وهنا قد ايه نسبه الرضا كانت قبل النتائج؟ لا ما فيتوريا دلوقتي فوق ال 95% مش راضيين عنها، لانك كمان خسرتي. كيروش مثلا بنسبه 70% ما كانوش راضيين عنه، 30% بس كانت رايهم انه ايه، انه وصل نهائي افريقيا ويكمل، لكن الشعب برضه ما كانش راضي. وعلى فكره انا اسف للمقاطعه بس عشان الزملاء بيدونا بالكوع في السماعات. لازم نطلع فاصل. هنرجع نكمل الكلام انطلاقا من التفصيل. حديثنا لسه اكيد مستمر مع كابتن اسامه عرابي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل، هنرجع للنقطه دي بصراحه لانها مهمه جدا. مدير فني جيد ولا مدير فني متواضع؟ ولو جبنا مدير فني منين الناس هترضى ولا لا؟ قارنا بين فيتوريا وكيروش سريعا. كابتن اسامه يعني احكي لنا كده من وجهه نظرك، امتى ممكن مصر، عشان اتكلمنا في الموضوع ده كتير والملف ده كتير ومحدش بيوصل للنتائج يعني، بس تعالى نحاول على الاقل، امتى ممكن مصر تجيب مدير فني للمنتخب؟ مش هقول الناس تبقى راضيه عنه، بس بجد يبقى يعني على قدر المسؤوليه، يوصلني لنتائج انا على الاقل ابقى سعيد بيها، مش لازم ابقى يعني واصل وحائز على كل البطولات اللي هو هيجي عشانها. مش شرط يحصل ومش هيحصل، بس على الاقل ارجع للمستوى اللي انا اعرفه عن نفسي. مظبوط. دي يعني السؤال ده يوجه للمسؤولين عن الاختيارات. ما هم المصريين اللي بيتغيروا. ما هو يعني ايا كان بقى المسؤول، طبعا اتحاد الكوره رقم واحد اللي هم الموجودين، وزير الشباب والرياضه مالوش طبعا تدخل رسمي، بس بيبقى حاجات ممكن يتكلم فيها معاهم يعني. حضرتك قلت يا كابتن اسامه المسؤولين عن الاختيارات، هو المسؤولين دول لو مش قادرين يتحملوا المسؤوليه كما ينبغي، ليه هم نفسهم مش بيتغيروا؟ ما هو انت ما هي دي المشكله برضه. ما انت جيت بعد كاس عالم اللي خرجنا منه المجلس كله استقال ومشي وجم ناس تانية، ودي كانت من النوادر على فكره. اولا لازم يبقى في انتخابات حقيقيه، ما كانش في انتخابات حقيقيه في المجلس، في المجلس الموجود ما كانش في انتخابات حقيقيه، اتعملت قايمه ضدهم كده ركلام كده، هم كده كده كسبانين. في حاجات كتيرة عايزة تتغير في 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 الرياضة المصرية يعني، في حاجات عايزة تتفجر. في حاجات كتيرة يعني. المهم انه اللي أنا عايز أقوله انه حتى كيروش لما يعني الناس ما كانتش راضية، خلي بالك انه احنا وصلنا نهائي أمم أفريقيا، ولكن أربع ماتشات من اللي احنا وصلنا لهم كانوا بضربات الجزاء، ودي برضو فيها توفيق كبير. يعني احنا في مباراة ساحل العاج كانت في دور ال 16 لعبنا ضربات جزاء، كان ممكن نخرج من دور ال 16. كان الهجوم عليه كان هيبقى اكتر. وكسبنا بعد كده الكاميرون بضربات الجزاء، كسبنا بس المغرب الفرقه الوحيده اللي كسبناها في المباراه. السنغال لعبنا ضربات جزاء، كاميرون لعبنا ضربات جزاء، ساحل العاج لعبنا ضربات جزاء. انت حتى في مباراه الكونغو رغم ان احنا لعبنا مباراه سيئه جدا، كانت ممكن تكسبي بضربات الجزاء وتلاقي نفسك في دور الثمانيه. فبرضه يعني الناس ما كانتش، قال لك البطوله دي الناس تقول لك هتاخدها بالتعادل. لكن لا ما هو اربع تعادلات غريبه جدا. جد يعني الحق. احنا مشاركتنا في النسخه الاخيره دي يعني في ناس شافت ان منتخب مصر في البطوله دي لا تعرف طعم الهزيمه ولا تعرف الانتصار ولا الفوز. وخلي بالك احنا برضو انت لا انت منهزم ولا انت فايز، انت مقضيها كده يعني انجاز التعبير بالصلاه على النبي، وصلنا للمرحله اللي وصلنا لها وبعد كده خرجنا. على فكره كمان واحنا ما لعبناش غير الراس الاخضر اللي انا بقول واحد من احسن فرق البطوله، وامبارح تحزن عليه انه طلع من جنوب افريقيا لانه كان افضل في اثناء المباراه يعني افضل بنسبه مثلا 80%.
يعني جون اقرب بكتير جدا انه يوصل النهائي. لكن موزمبيق وغانا وكونغو، كونغو فرقه جيده ولكن مش زي الراس الاخضر. انت ما كنتش دخلت لسه في المستويات كمان الاعلى. طبعا يعني انت ما كنتش بقى دخلت في السنغال رغم خرجت، المغرب رغم خرجت، ساحل العاج على ملعبه، انت ما كنتش دخلت في المستويات دي، ومع ذلك عملت اربع تعادلات وبصعوبه، يعني بمعاناه عملت اربع تعادلات. فالمقارنه كمان دلوقتي في ناس صعدت باقدام الغير. لا اصلا، وغير كده في ناس تقول لك ايه، السنغال خرجت من دور ال 16 والمغرب اللي هو بيرمي عشان يدي مبرر لفيتوريا. اولا السنغال كانت اول مجموعه بثلاثه فوز، يعني كانوا الوحيدين اللي جايبين العلامه الكامله. ثانيا لما لعب في دور ال 16 هو ما خسرش، هو تعادل مع ساحل العاج صاحبه الارض. وانا قلت الظروف اللي السنغال لعبت فيها ان ساحل العاج كانت بره ورجعت، فالجماهير كانت متحمسه جدا واللعيبه، ظروف المباراه وطلعت 1-1 وخسروا ضربات جزاء. فاحنا ما نتقارنش، مش معنى ان هم خرجوا، هم لعبوا على الاقل، كانوا ليهم تواجد. طبعا نفس الشيء المغرب كان اول مجموعته بسبع نقاط، كسب ماتشين وتعادل ماتش، وماتش جنوب افريقيا هو كان الاقرب، يعني اول ماتش كان متوازي، وجي اشرف حكيمي ضيع ضربه جزاء اخر 10 دقائق، كان ممكن يتعادلوا ويخشوا في المباراه ويكسبوا. يعني ظروف المغرب والسنغال غير ظروفنا خالص وخروجنا. احنا مشابهين لخروج تونس، مشابهين لخروج الجزائر. الثلاث فرق ما قدوش بالمستوى المفروض وخرجوا، لكن في فرق جيده خرجت. وانا بديت مثل بالراس الاخضر، يعني انا عايز اقول ايه، ما فيش حرام في الكوره، بس انا بقول ايه، يعني الواحد فعلا فرقه تحزن عليها ان هي ما توصلش نهائي. احسن فرقه لعبت في البطوله كاداء، يعني هم مثلا برضو غينيا الاستوائيه لعبت بشكل كويس قوي وخرجت بالصدفه من غينيا، بس هم كانوا المفاجاه الاكبر الحقيقه راس الاخضر. طبعا انجولا ادت بشكل كويس، جنوب افريقيا بتادي بشكل كويس، يعني اكتر من فرقه. نيجيريا ما بتلعبش كره جميله قوي، بس منتخب متماسك بسرعه. ايام كنت يا كابتن اسامه نيجيريا في اعلى حالاتها. مين نيجيريا في وقته كنت كانت اقوى بمليار مره مما هي عليه دلوقتي؟ لا، نيجيريا في الثمانينات وكذلك السنغال وكذلك الكاميرون والتسعينات. لا، السنغال دخلت في السنين الاخيره، لكن الكاميرون ونيجيريا في فتره الثمانينات والتسعينات والالفينات، لا مستويات كانت عالية جدا. الفرقة مثلا الكاميرون بتاعت ميلا ومكاناكي وكنابيك ومانبيك، دول من أحسن الأجيال اللي جت في تاريخ الكاميرون. نفس الشيء لما تتكلم على أموكاشي وأوكوشا والناس دي، المنتخب النيجيري كانوا مستوى تاني خالص غير دول. يعني دول كويسين وبيأدوا بروح عالية وتنظيم وكده، لكن مش بنفس امكانيات الجيل اللي قبله. يعني الاربع فرق اللي وصلوا على فكره النهائي او الربع النهائي ده او قبل النهائي، اللي هم جنوب افريقيا، ساحل العاج، نيجيريا، والكونغو، مش احسن فرق لعبت في البطوله. يعني باستثناء جنوب افريقيا شويه، رغم ان بالراس الاخضر امبارح المفروض يكسبهم، ونيجيريا بتأدي بتنظيم جيد. يعني باسيرو عامل تنظيم جيد. يعني مثلا بسيرو في مع نيجيريا، ورغم ان هم نيجيريا طول عمرها بتلعب كره هجوميه قوي، بيلعب خمسه في خط الدفاع، في خط الدفاع. طب انا مثلا فيتوريا، وانت شايف المنتخب مهلهل، وانا قلتها يمكن قبل ماتش الكونغو، ليه ما لعبش جدا؟ كان مهلهل، سرحت في مهلهل، لقيتها تنطبق علينا للاسف. لا، هو المنتخب فعلا ما كانش للاسف يعني مفركش كده. يعني كان ممكن يلعب بثلاثه مثلا، كان ممكن. طب انت شايف ان في اختراقات كتيره قوي في الباكين، واختراقات في العمق، طب ما العب مثلا ياسر ابراهيم وحجازي ومحمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم بقى لازم يبقى فيه. لو يعني لا، انا مش بقول كده معناه ان احنا هنكسب، بس انا اقصد ان هو مش ما كانش هو فين ياسر ابراهيم ولا فين الشحات، ما كانش مفكر كويس في شكل الطريقه والظروف اللي ممكن اغير فيها الطريقه وتغييرات اللعيبه ومراكز اللعيبه. كان في لخبطه واضحه جدا يعني. وبعدين حاجه ثانيه بقى للاسف مش هنلحقها، كان نفسنا نعرفها الحاجه الثانيه دي سريعه، بس قوي اتفضل. ما احنا برضو في ظروفنا الاقتصاديه دي، اجيب مدرب بياخد 200 ألف يورو شهريا،
240 ما تقولش 200 قول 240 240 بجد والله لا بجد والله بعدين تيجي تشوف كل الناس اللي في البطوله اللي بياخد 30 واللي بياخد 40 دي حقيقه على فكره واللي بياخد غريبه جدا ده في ناس بياخد 10000 بس وسي في تاني خالص مش هنقول 10000 بس يعني متوسطات 50 دي حقيقه وليهم خبره في على المنتخبات مش انديه بس 40 من 200000 يورو يعني فيعني في حاجات كتيره ده سؤال ده دي نقطه حلوه جدا نختم بيها بالمناسبه وما اعتقدش حد عنده اجابه برده على اللي حضرتك بتقوله لان فعلا الواحد مش فاهم حقيقي يعني ممكن بربع الثمن ده نجيب مدرب تاني سواء محلي او اجنبي وممكن الاداء يبقى مختلف وبعدين المحلي يعني محدش فاهم الحقيقه المحلي احنا ما بنصبرش عليه لا لا خالص ده يعني انت بتقيله يعني هو في الطياره يعني ايهاب جلال يا عيني جه اتعين واساسا جوه الاتحاد ناس مش موافقه واستنت له بعد ثلاث اسابيع ورحلوه حسام البدري وهو في بطوله هناك بيلعب شايلينه قبل ما يرجع بالطياره هنا بقى ده يقول لك ايه مشروع اصبر عليه يعمل اربع سنين تديله فرصه الله انت مش معنى الاجنبي هو اللي هتديله الفرصه كابتن اسامه والله كلام حضرتك يعني بحس بتتكلم بلسان ناس كتير فيعني بجد استمتعنا نورتنا كابتن اسامه الله شكرا ليك جدا على وجودك معانا النهارده وشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه نشوفكم على خير بكره ان شاء الله صباح الفل